المحاسبة الحكومية والموازنات. هنبدأ بالمحاسبة الحكومية. أول جزئية في المحاسبة الحكومية نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية. نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية بمعنى أين تطبق المحاسبة الحكومية؟ المحاسبة الحكومية تطبق على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح حكومية. الوزارات متعددة في مصر، عندنا 33 وزارة. من أمثلة الوزارات وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، وزارة الري، إلى آخره من وزارات. تطبق المحاسبة الحكومية على وحدات الجهاز الإداري، كل الوزارات الموجودة في الدولة. بالإضافة تطبق المحاسبة الحكومية على المصالح الحكومية التابعة لهذه الوزارات. على سبيل المثال، وزارة المالية يتبعها مصالح حكومية زي مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك. كذلك باقي الوزارات تتبعها مصالح حكومية. الحاجة التانية اللي احنا بنطبق عليها المحاسبة الحكومية وحدات الحكم المحلي، اللي هي الإدارة المحلية التي تتكون من المحافظات والمجالس المحلية اللي هي موجودة في المدن والقرى والأحياء. كذلك بيتم تطبيق المحاسبة الحكومية على حاجة اسمها الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الخدمية متعددة في مصر. من أمثلة الهيئات العامة الخدمية الهيئة العامة للطرق والكباري، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية. وهناك اختلاف ما بين الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. الهيئات العامة الاقتصادية زي الهيئة العامة للنقل، وعندنا اللي هو النقل العام، وعندنا كمان من الهيئات الاقتصادية هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئات كثيرة متعددة من الهيئات العامة الاقتصادية. لا تطبق المحاسبة الحكومية على الهيئات العامة الاقتصادية، وإنما تطبق على الهيئات العامة الخدمية. الحاجة الرابعة اللي احنا بنطبق عليها المحاسبة الحكومية اللي هي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص. الحسابات الخاصة متعددة، يعني مثلا على سبيل المثال عندنا في كلية التجارة جامعة عين شمس حسابات خاصة متعددة، مثل حساب التعليم المفتوح، ده حساب خاص. كذلك حساب اللغات، ده اللي هو موجود عندنا في كلية التجارة، وهناك العديد من الحسابات الخاصة الأخرى. أما الصناديق الخاصة زي ده على مستوى الدولة، صندوق تنمية الصادرات، صندوق تطوير التعليم، وصندوق تحيا مصر، ده من الصناديق الخاصة اللي موجودة على مستوى جمهورية مصر العربية. على مستوى مثلا جامعة عين شمس في عندنا صندوق الرعاية الطبية وصندوق الزمالة. بالنسبة للوحدات ذات الطابع الخاص زي عندنا في جامعة عين شمس، الوحدات ذات الطابع الخاص مستشفى عين شمس التخصصي، ومطبعة جامعة عين شمس، ودار الضيافة بجامعة عين شمس، إلى غير ذلك من وحدات ذات طابع خاص. حتى بالنسبة لمركز تطوير التعليم أو مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يعتبر من الوحدات ذات الطابع الخاص. هكذا بيتم تطبيق نطاق المحاسبة الحكومية على الأربع حاجات السابق ذكرها.
النقطة التالية هنتكلم على خصائص الوحدات الإدارية الحكومية. الخصائص التي تتميز بها الوحدات الإدارية الحكومية إنها وحدات غير هادفة للربح، وإنما تقدم هذه الوحدات خدمات عامة للمواطنين، للشعب، للجمهور، بدون مقابل أو بمقابل رمزي يقل عن التكلفة. يعني الوحدات الحكومية لما بتقدم خدماتها للمواطنين بدون مقابل تماما، أو أحيانا بمقابل رمزي، هذا المقابل يقل عن التكلفة. لو قارنا التكلفة التي يقوم الطالب بسدادها في الوحدات الحكومية زي الجامعات الحكومية، نجد إن هذه التكلفة رمزية بيدفعها الطالب تقل كثيرا عن المصروفات التي يقوم بدفعها طالب في إحدى الجامعات الخاصة. ودي أهم ميزة تميز الوحدات الحكومية، إنها وحدات لا تهدف أصلا إلى تحقيق الربح، وإنما هذه الوحدات تقدم خدماتها للمواطنين بدون أي مقابل، أو المقابل اللي احنا بناخده من المواطن مقابل رمزي يقل كثيرا عن تكلفة تقديم هذه الخدمات التي تقدمها هذه الوحدات. الخاصية الثانية إن هذه الوحدات تحصل على موردها من الموازنة العامة للدولة في صورة اعتمادات مخصصة. يعني الوحدات الإدارية الحكومية يخصص لها في موازنة السنة المالية من الدولة مبلغ مقدر أو مبلغ محدد، تقوم هذه الوحدات بالإنفاق من هذا المبلغ على الخدمات التي تقدمها للمواطنين. وبالتالي الموارد التي تقوم الوحدات الإدارية الحكومية بإنفاقها على المصروفات التي تقدمها تحصل عليها من الدولة في صورة اعتمادات مخصصة، أو بمعنى آخر تحصل عليها من الموازنة العامة للدولة. كذلك لا توجد علاقة ارتباط بين مصروفات الوحدات الإدارية الحكومية وبين إيراداتها، بمعنى إن مفيش علاقة سببية واضحة بين الإيرادات والمصروفات في الوحدات الإدارية الحكومية، وده عكس الحال في الوحدات الاقتصادية. لابد أن تكون هناك علاقة ارتباط بين المصروفات والإيرادات في الوحدات الاقتصادية، بمعنى لابد من إنفاق تكاليف لكي نحصل على الإيرادات. يعني الإنتاج بيتم الإنتاج بتكاليف معينة، وهذه التكاليف التي يتم إنفاقها يتم الحصول من خلالها على الإنتاج الذي يتم بيعه والحصول على إيراداته. وبالتالي هناك علاقة سببية بين المصروفات والإيرادات في الوحدات الاقتصادية، عكس الحال في الوحدات الإدارية الحكومية، مفيش علاقة ارتباط أو علاقة سببية بين مصروفاتها وإيراداتها. كذلك من الخصائص التي تميز الوحدات الحكومية إن ما نجيش في نهاية السنة المالية ونعمل مقابلة بين الإيرادات والمصروفات زي الوحدات الاقتصادية، لأن هذه الوحدات لا تهدف أصلا إلى تحقيق الربح، وبالتالي لا يتم إجراء المقابلة بين إيرادات ومصروفات الوحدة الإدارية الحكومية. كذلك لا يوجد رأس مال في الوحدات الإدارية الحكومية، لأن هذه الوحدات مملوكة ملكية كاملة للدولة وليست ملكا للأفراد. هذه الوحدات تخضع للعديد من القيود القانونية التي تفرضها القوانين واللوائح والتشريعات المختلفة، كل ده لتحقيق الرقابة على هذه الوحدات.
النقطة التالية تعريف المحاسبة الحكومية. نعمل تعريف للمحاسبة الحكومية من خلال الكلام السابق، إن هذه المحاسبة يتم تطبيقها في الوحدات الإدارية الحكومية بهدف تحقيق الرقابة على نشاط هذه الوحدات والتقرير عن الاستخدامات والموارد مع خدمة أغراض التخطيط القومي ووضع الموازنة العامة للدولة. يعني المحاسبة الحكومية بنطبقها على القطاع الحكومي بهدف الرقابة على استخدامات القطاع الحكومي والموارد التي يجب على القطاع الحكومي تحصيلها، بالإضافة إلى أن المحاسبة الحكومية بتفيدنا في أغراض التخطيط القومي على مستوى الدولة، وكمان بتفيدنا في إعداد الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الخاصة بالدولة كاملة. أهداف المحاسبة الحكومية تتمثل أهداف المحاسبة الحكومية في فرض الرقابة على تحقيق الموارد المقدرة بالموازنة العامة للدولة ومتابعة تحصيلها. يعني المحاسبة الحكومية هدفها الأساسي اللي هو الرقابة على تحقيق الموارد، في موارد بنقدرها للسنة المالية كما سوف نوضحها في الجزء التالي. الموارد المقدرة التي تتمثل في الضرائب وتتمثل في الإيرادات الأخرى المختلفة وغيرها من إيرادات. المحاسبة الحكومية بتعمل رقابة على تحقيق هذه الموارد المقدرة بالموازنة العامة للدولة، يعني لابد من تحصيل هذه الموارد المقدرة ونتابع تحصيلها. كذلك الهدف الأساسي الآخر بالنسبة للمحاسبة الحكومية يتمثل في إن المحاسبة الحكومية تحقق الرقابة المالية قبل الصرف لضمان إن الصرف في حدود الاعتمادات، اعتمادات الموازنة المخصصة لكل باب من أبواب الموازنة ولكل بند من بنود الموازنة، وإن هذه الصرفيات تتم في الأغراض المحددة. كذلك من أهداف المحاسبة الحكومية تحقيق الرقابة على الأصول المملوكة للدولة. كذلك بتساعدنا المحاسبة الحكومية في متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، كذلك تساعدنا المحاسبة الحكومية في رسم السياسات واتخاذ القرارات على مستوى الدولة. تعريف الموازنة العامة للدولة هي خطة الدولة عن سنة مالية مقبلة، تتضمن هذه الخطة مصروفات الدولة ومواردها المقدرة عن سنة مالية، وعندنا السنة المالية في مصر تبدأ من 1/7 وتنتهي في 30/6. الموازنة بتتعمل لتحقيق أهداف محددة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. يعني في إطار خطة التنمية الاقتصادية المشروعات الاقتصادية المختلفة اللي تقوم بها الدولة، اللي هي خطة الاستثمارات بيتم طبعا تحديدها في موازنة الدولة للعام المقبل. كذلك الأهداف الاجتماعية التي تقوم بها الدولة بيتم تحديد اعتماداتها من خلال هذه الموازنة للإنفاق على التعليم وعلى الصحة. كذلك الأهداف الأخرى، الأهداف السياسية، الأهداف الأمن، هدف تحقيق الأمن
والأمان داخل الدولة والدفاع عن الدولة، كل ده بيتم تحقيقه من خلال إعداد موازنة السنة المالية للدولة اللي احنا بنقول عليها الموازنة العامة للدولة، التي تتضمن الاعتمادات المخصصة لكل مصروفات الدولة، وتتضمن الإيرادات المقدر تحصيلها للدولة في السنة المالية المقبلة. وكما ذكرنا السنة المالية في جمهورية مصر العربية، سنة الموازنة تبدأ من 1/7 وتنتهي في 30/6. أما بالنسبة لتبويب استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة وفقا للقانون رقم 87 لسنة 2005، الموازنة العامة للدولة تتضمن المصروفات وتتضمن الموارد. المصروفات اللي هي موجودة في الموازنة عندنا 8 أبواب للمصروفات، تتمثل هذه الأبواب في الأبواب التالية: الباب الأول ده يعبر عن الأجور وتعويضات العاملين، كل الأجور الخاصة بالدولة، القطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية وغير ذلك، والهيئات العامة الخدمية، بتقدر الأجور ويحدد لها المخصص لها خلال السنة المالية. ده الباب الأول اللي هو يتمثل فيه الأجور وتعويضات العاملين. الباب الثاني يتمثل في شراء السلع والخدمات، وده يتم تحديد مقدار معين لشراء السلع المختلفة زي الأدوات الكتابية ومواد النظافة إلى غير ذلك. كمان بيخصص هذا الباب للإنفاق على الخدمات التي تحتاجها الوحدات الإدارية الحكومية زي خدمات الأمن، خدمات شركات النظافة التي تقوم بتأدية خدمات النظافة للوحدة الإدارية الحكومية، كل ده بنقول عليه خدمات. خدمات الصيانة، صيانة الأسانسيرات اللي هي موجودة في الوحدة الإدارية الحكومية والأجهزة المختلفة، ده يتمثل في الخدمات. أما الباب الثالث فيتمثل في الفوائد التي تدفعها الدولة على الديون والقروض، سواء كانت قروض محلية أو أجنبية التي تقترضها الدولة، تدفع عنها فوائد، وهذا الباب يمثل الفوائد التي على الديون التي على الدولة. الباب الرابع يتمثل في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي تقدمها الدولة: دعم رغيف الخبز، دعم السلع التموينية، دعم البوتاجاز، الغاز، كل ده يتمثل في الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين خلال السنة المالية. كذلك المنح والمزايا الاجتماعية، المنح المختلفة التي تقدمها الدولة زي المنح التي قدمتها الدولة خلال الأيام السابقة مع حدوث الأمطار الغزيرة والسيول، الدولة بتقدم منح للفئات المتضررة من هذه الأمور اللي هي الاستثنائية، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمواطنين في مصر. ده الباب الرابع الذي يتمثل فيه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. الباب الخامس يتمثل فيه المصروفات الأخرى. المصروفات الأخرى اللي هي بخلاف الأربع أبواب السابقة، أي مصروفات أخرى، مصروفات تعويضات مدفوعة تدخل ضمن المصروفات الأخرى. الباب السادس يتمثل في الاستثمارات،
اللي هو شراء الأصول غير المالية، اللي هي الاستثمارات التي تقوم الدولة بينفقها خلال السنة المالية المقبلة. الباب السابع يتمثل في حيازة الأصول المالية، سواء كانت أصول محلية أو أجنبية. الباب الثامن يتمثل في سداد القروض، الديون التي على الدولة تقوم الدولة بسداد أصل هذه الديون، وأصل هذه الديون يتمثل في سداد القروض. بالنسبة للموارد، يتم تبويب الموارد في الموازنة العامة للدولة حسب نص القانون. الباب الأول يتمثل في الضرائب، الضرائب المختلفة، ضرائب وجمارك، بيتم تحديد الباب الأول للضرائب في موازنة الدولة. الباب الثاني المنح، المنح التي تحصل عليها الدولة بيتم وضعها في الباب الثاني. أما الباب الثالث فيتمثل في الإيرادات الأخرى، والإيرادات الأخرى متعددة، اللي هي الإيرادات التي تحصل عليها الدولة سواء من النشاط التجاري والزراعي والصناعي، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى إيرادات السياحة، تحويلات المصريين من الخارج، كل ده يدخل ضمن الباب الثالث الذي يتمثل في الإيرادات الأخرى. أما الباب الرابع ده يتمثل في المتحصلات من الإقراض. لو كنا عندنا إقراض لدول أخرى أو إقراض لبعض الهيئات، المتحصلات من الإقراض تدخل في الباب الرابع. ومبيعات الأصول المالية، الدولة لديها أصول مالية تتمثل في السندات، في بعض الأصول الأخرى المالية، عند بيع هذه الأصول تدخل في الباب الرابع. وبالتالي الباب الرابع يتمثل في المتحصلات من الإقراض، لو احنا أقرضنا الغير، ومبيعات الأصول المالية المختلفة التي تمتلكها الدولة. الباب الخامس يتمثل في الاقتراض. غالبا موازنة الدولة يظهر بها عجز، اللي احنا بنقول عليه عجز الموازنة أو عجز الموازنة العامة للدولة، عشان نقدر نسد هذه الفجوة المتمثلة في العجز لابد من الاقتراض. الاقتراض سواء كان اقتراض محلي أو اقتراض خارجي. الاقتراض المحلي يتمثل الاقتراض من البنوك، وغالبا بيتم الاقتراض من خلال حاجة اسمها أذون الخزانة التي تقوم بإصدارها وزارة المالية عن طريق البنك المركزي المصري، والبنوك وشركات التأمين تقوم بشراء هذه الأذون، وبالتالي بتقرض الدولة من خلال شرائها لهذه الأذون اللي احنا بنقول عليها أذون الخزانة. ده الباب الخامس. وبكده دينا قمنا بتبويب استخدامات أو مصروفات الدولة وموارد الدولة في الأبواب السابقة. المصروفات 8 أبواب، بينما الموارد 5 أبواب. منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني، من منتصف عام 2019، العام السابق، قامت وزارة المالية بتطبيق منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني.
اللي هي معناها ان متحصلات الدولة تتم الكترونيا، ومدفوعات الدولة التي تقوم بدفعها الوحدات الحكومية المختلفة يتم سدادها الكترونيا، وتم التوقف عن استخدام ادوات الدفع العادية التقليدية القديمة اللي كانت قبل كده. كانت المدفوعات تتم بشيكات، ده في السابق، او باذون صرف، لكن في الوقت الحالي كل المدفوعات الحكومية بيتم سدادها باوامر دفع صادرة، واوامر دفع ده اوامر دفع الكترونية بيتم اصدارها بالمستحقات المختلفة التي على الدولة من أجور ورواتب وشراء سلع وخدمات. كل المستحقات الحكومية للغير يتم سدادها بأوامر دفع صادرة، بينما المتحصلات بيتم تحصيلها، يعني المتحصلات التي تكون 500 جنيه فأقل، ده يتم تحصيلها، ممكن يتم تحصيلها نقدا أو إلكترونيا. بمعنى إن المواطن لما يجي يدفع المستحقات التي عليه للدولة، المستحقات التي تكون 500 جنيه فأقل يمكن سدادها للحكومة نقدا أو إلكترونيا. المواطن مخير في ذلك الأمر بالنسبة للمتحصلات التي تكون 500 جنيه فأقل، يدفعها نقدا كان بها وممكن يدفعها إلكترونيا، بينما المتحصلات التي تزيد عن 500 جنيه هنا مجبر المواطن أو الذي عليه مستحقات للحكومة بسداد هذه المستحقات إلكترونيا. إذا قام المواطن بسداد هذه المستحقات نقدا التي تزيد عن 500 جنيه يتحمل بمصاريف إدارية نسبتها 5% من قيمة المدفوعات التي يقوم بسدادها، يعني تضاف عليه نسبة 5% مصاريف إدارية، وهذه المصاريف الإدارية يمكن القانون الصادر بشأنها حددها بحد أقصى لا تزيد عن 7000 جنيه. يعني مثلا لو المواطن عليه مبلغ كبير وقام بسداده نقدا بدل ما يتم سداده إلكترونيا، في هذه الحالة يتحمل بمصاريف إدارية نسبتها 5% من المبلغ الذي يقوم بسداده. طب لو المبلغ اللي هو متمثل في 5% مصاريف إدارية زاد عن 7000 جنيه، لا، آخر هذه المصاريف الإدارية لا تزيد عن 7000 جنيه، أي بحد أقصى لا يزيد عن 7000. نتناول فيما يلي التوجيه المحاسبي في المحاسبة الحكومية في ظل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني. لو بدأنا بالتوجيه المحاسبي للمتحصلات الحكومية، زي ما قلنا قبل كده في النقطة السابقة إن المتحصلات الحكومية التي تكون من 500 جنيه فأقل يجوز تحصيلها نقداً بخزينة الوحدة أو إلكترونيا. المواطن مخير بسداد هذه المبالغ التي تمثل متحصلات للحكومة، مخير بالنسبة ل 500 جنيه فأقل أن يقوم بسدادها نقدا بخزينة الوحدة أو إلكترونيا، بينما المتحصلات الحكومية التي تزيد عن 500 جنيه هنا المواطن مجبر إن هو يدفعها إلكترونيا. طب لو هو دفعها نقدا في هذه الحالة، لو دفع هذه المبالغ التي تزيد عن 500 جنيه نقدا يضاف إليها نسبة 5% مصاريف إدارية بحد أقصى 7000 جنيه،
كمان نضيف نقطة إيه معينة، هذه المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها على المبالغ التي يتم سدادها نقدا وليست إلكترونيا، هذه المبالغ تضاف إلى حساب اسمه حساب الإيرادات الأخرى اللي هو الباب الثالث، الإيرادات الأخرى نوعها إيه؟ إيرادات متنوعة. يبقى نقدر نقول القاعدة الأساسية بالنسبة للمتحصلات، متحصلات تكون 500 جنيه فأقل دي يتم تحصيلها بخزينة الوحدة ممكن أو إلكتروني، بينما المتحصلات التي تزيد عن 500 جنيه يجب تحصيلها إلكترونيا. إذا تم سدادها نقدا، هذه المتحصلات إذا سددت نقدا يبقى في هذه الحالة يضاف إليها نسبة 5% مصاريف إدارية وبحد أقصى 7000 جنيه، وهذه المصاريف الإدارية اللي هي نسبة 5% تضاف إلى حساب اسمه حساب الإيرادات الأخرى نوعها إيرادات متنوعة. في الجزء التالي هناخد مجموعة من التطبيقات والتمارين على المتحصلات الحكومية المختلفة وبالمبالغ المختلفة والتي تحاكي كل ما تم شرحه في هذه القاعدة. نبدأ بالتمرين الأول، دي متحصلات نقدا في الخزينة الفرعية لإحدى الوحدات الحكومية، هذه المتحصلات تمثل عوائد ملكية. لاحظ إن المبلغ 300 جنيه، 300 جنيه المواطن زي ما قلنا مخير أن يقوم بسداد هذا المبلغ للوحدة الإدارية الحكومية لنقدا في خزينة الوحدة أو إلكترونيا. سواء سدد المبلغ نقدا أو إلكترونيا القيد لا يختلف، يعني بنقول 300 جنيه من حساب نقدية تحت التسوية بين قوسين تحصيل إلكتروني، ده لو كان مسدد ايه نقدا في خزينة ايه الوحدة. وكذلك لو تم سداد هذا المبلغ إلكترونيا برضو الطرف المدين في القيد المحاسبي هو نفس هذا الحساب، بنقول برضو من حساب نقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني. واحد يسألني ويقول لي ازاي انت حصلت هنا المبلغ نقدا في خزينة الوحدة واستخدمت حساب نقدية تحت التسوية بين قوسين اهو تحصيل ايه الكتروني، لان كل هذه المبالغ اذا تم تحصيلها نقدا او الكترونيا بتدخل على الشبكة المالية للحكومة ايه المصرية، اي يتم ايه تسويتها من خلال الشبكة المالية، وبالتالي كله بيخضع لعملية التحصيل الإلكتروني، كلها إجراءات بتتم في نهاية اليوم، سواء كانت مبالغ محصلة نقدا في خزينة الوحدة أو محصلة إلكترونية، وبالتالي لا يختلف الطرف المدين في جميع الأحوال لكل المتحصلات التي يتم تحصيلها. بالنسبة للوحدات الإدارية الحكومية بنستخدم الحساب المدين من حساب نقدية تحت التسوية بين قوسين تحصيل إلكتروني سواء كان نقدا أو إلكترونيا. هنا التمرين بيقول الآتي، عشان ناخد التمرين حتة واحدة، بيقول لي بلغت متحصلات الخزينة الفرعية لإحدى الوحدات الإدارية الحكومية 300 جنيه تمثل عوائد ملكية. برضو يمكن أحد الطلاب يسأل إيه هي عوائد الملكية؟ عوائد الملكية الحكومة تمتلك ممتلكات معينة زي الكافيتيريا اللي موجودة عندنا في كلية التجارة جامعة عين شمس، هذه الكافيتيريا بيتم تأجيرها سنويا بمبالغ إيه معينة، مبالغ هذه
الإيجارات التي يتم تحصيلها من متعهد الكافيتيريا التي تم تأجيرها له تمثل عوائد ملكية. كذلك الوحدات الإدارية الحكومية يعني عندها أماكن معينة ممكن تقوم بتأجيرها. الإيجارات تمثل في مثل هذه الحالة عوائد ملكية محصلة. يبقى كل القيد المحاسبي للتمرين الأول تاني بلغت محصلات الخزينة الفرعية لإحدى الوحدات الحكومية 300 جنيه تمثل عوائد ملكية. عوائد الملكية دي تمثل إيرادات، وبالتالي القيد المحاسبي يكون بهذا الشكل 300 من حساب نقدية تحت التسوية تحصيل الإلكتروني إلى حساب الإيرادات الأخرى. يبقى هذه المبالغ اللي هي عوائد الملكية، هذه الإيرادات بتروح للباب الثالث اللي هو اسمه حساب الإيرادات الأخرى، نوعها عوائد ملكية. وبكده يبقى أدي القيد المحاسبي في مثل هذه الحالة. التمرين الثاني بيقول لي بلغت متحصلات الخزينة الفرعية لإحدى الوحدات الحكومية 500 جنيه تمثل حصيلة بيع السلع والخدمات. حصيلة بيع السلع والخدمات زي على سبيل المثال كراسة الشروط والمواصفات التي تقوم ببيعها الوحدات الإدارية الحكومية عن المناقصات التي تعلن عنها، المناقصات والممارسات العطاءات المختلفة. في كراسة اسمها كراسة الشروط والمواصفات تقوم بإعدادها الوحدة الإدارية الحكومية لبيان الأصناف المطلوبة أو الأعمال المطلوب تنفيذها بالشروط معينة وبمواصفات معينة. وهذه الكراسة يتم بيعها للموردين أو المقاولين المحتملين لدخول المناقصة أو للممارسة. المبالغ دي بتضاف إلى حساب الإيرادات الأخرى برضو الباب الثالث اللي هو حساب الإيرادات الأخرى، بس نوعها هنا الإيرادات الأخرى اللي هي حصيلة بيع السلع والخدمات. التمرين مرة تانية بلغت متحصلات الخزينة الفرعية لإحدى الوحدات الحكومية 500 جنيه تمثل حصيلة بيع السلع والخدمات. يبقى بالنسبة لهذا التمرين حله يكون هكذا، هي 500 جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات. زي ما قلنا إن حصيلة بيع السلع والخدمات تضاف إلى حساب الإيرادات الأخرى، وتم تحصيلها سواء كان تم تحصيلها نقدا بخزينة الوحدة أو تم تحصيلها إلكترونيا القيد لا يختلف. ولكن نلاحظ إذا كانت المبالغ تزيد عن 500 جنيه يبقى في هذه الحالة بنضيف مصاريف إدارية نسبتها 5% على المبلغ المحصل. ولكن في هذه الحالة المبالغ 500 جنيه يبقى ما فيش مصاريف إدارية، يبقى القيد المحاسبي 500 من حساب نقدية تحت التسوية تحصيل الإلكتروني. ده كانت عبارة عن ال 500 جنيه دي حصيلة بيع السلع والخدمات، يعني بيتم تعليتها على حساب الإيرادات الأخرى، تضاف إلى حساب الإيرادات الأخرى بس نوعها حصيلة بيع السلع والخدمات. يبقى 500 من حساب نقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني إلى حساب الإيرادات الأخرى حصيلة بيع السلع والخدمات. حسب نوع الإيراد بنكتبه جانب الحساب الرئيسي اللي هو حساب الإيرادات الأخرى. التمرين الثالث تم تحصيل تأمين مؤقت عن مناقصة أعلنت عنها إحدى الوحدات الإدارية الحكومية بمبلغ 480. لاحظ إن المبلغ كام؟ 480. يبقى في هذه الحالة المتناقص أي المورد، أو هنا المتناقص اللي هو المورد لأن الشركة
اسمها شركة النصر للتوريدات، يبقى ده عملية توريد وليس مقاولات. هنا المبلغ 480، يبقى في هذه الحالة المورد مخير يدفع المبلغ ده نقدا بخزينة الوحدة ولا تضاف إليه مصاريف إدارية أو يدفعه إلكتروني. وزي ما قلنا قبل كده ما يختلفش الجانب المدين في المتحصلات، كل المتحصلات بيتم تحميلها جانب مدين من حساب نقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني. طب هنا حصلنا إيه؟ حصلنا تأمين مؤقت، يبقى إلى حساب جاري التأمينات المؤقتة. المورد اللي دفع هذه التأمينات كانت الشركة اسمها شركة النصر للتوريدات، يبقى باسم شركة النصر للتوريدات. ده بالنسبة لتحصيل التأمينات المختلفة. طب لو التأمين ده كان تأمين نهائي، يبقى نقول كده من حساب نادي تحت التسوية تحصيل إلكتروني إلى حساب جاري التأمينات النهائية باسم شركة كذا. ده بالنسبة لمتحصلات التأمينات، يبقى من حساب نادية تحت التسوية تحصيل إلكتروني إلى حساب جاري التأمينات. لو كانت مؤقتة نقوله جاري التأمينات المؤقتة، لو كانت تأمينات نهائية نقول جاري التأمينات النهائية. لاحظ بعد استلام المتحصلات بيتم تسوية هذه المتحصلات في نهاية اليوم أو يعني خلال يومين أو خلال يعني مدة لا تتعدى أيام محددة. لابد من تسوية هذه المتحصلات مع الوحدة الحسابية المركزية. الوحدة الحسابية المركزية يعني دي وحدة موجودة في البنك المركزي، كل المتحصلات الحكومية وكل المدفوعات الحكومية لازم تروح للوحدة الحسابية المركزية اللي هي مفتوحة في البنك المركزي. وبالتالي عند تسوية هذه المتحصلات بيتم إجراء قيد محاسبي. هذا القيد بيتكون من جانبين، الجانب المدين على طول بنحمل هذه المبالغ اللي هي مبالغ المتحصلات على حساب اسمه حساب الوحدة الحسابية المركزية. هذا الحساب يجعل مدين زي حساب البنك بالظبط. لما البنك يستلم المتحصلات بيتم جعله مدين في طرف القيد المحاسبي، وبالتالي المتحصلات عند تسويتها مع الوحدة الحسابية المركزية بيتم إجراء هذا القيد، وهذا القيد لا يختلف، قيد ثابت اللي هو من حساب الوحدة الحسابية المركزية باعتبار ان المتحصلات زادت في البنك الى حساب، ونقفل الحساب المستخدم الوسيط اللي هو الحساب السابق اللي هو حساب نقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني. يبقى كده القيد المحاسبي ثابت عند تسوية متحصلات سواء كانت متحصلات الخزينة الفرعية أو المتحصلات الإلكترونية. بيتم في نهاية اليوم تسوية هذه المتحصلات سواء كانت نقدية أو إلكترونية مع الوحدة الحسابية المركزية اللي هي مفتوحة في البنك المركزي، والقيد ثابت لا يختلف من حساب الوحدة الحسابية المركزية، ده حساب مدين، إلى حساب نادية تحت التسوية. قفلنا حساب نادية تحت التسوية اللي هو كان قبل كده مدين في القيد المحاسبي، بيتم جعله في هذا القيد المحاسبي يتم جعله دائن، عشان كده بنقفله الى حساب نادية تحت التسوية تحصيل الكتروني. نرجع تاني للتمرين اللي هو تمرين 5، بيقول لي في ايه؟ تم تسوية متحصلات الخزينة الفرعية في نهاية يوم معين مع الوحدة الحسابية المركزية، يعني ودينا المبالغ مبالغ المتحصلات الى الوحدة الحسابية المركزية، والتي بلغت في مجملها 110,000 جنيه. يبقى القيد المحاسبي 110,000 من حساب الوحدة الحسابية المركزية إلى حساب نقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني.
التمرين رقم 6 يعني مدينا بعض البيانات والمعلومات المختلفة، بيقول لي في بلغت متحصلات الخزينة الفرعية في يوم معين بموجب قسام التحصيل النقدي 33 عنحة. مجموع هذه المتحصلات اللي حصلتها الخزينة الفرعية نقدا 1350 كانت عبارة عن ايه؟ 400 عوائد ملكية و200 حصيلة بيع السلع والخدمات و250 ايرادات متنوعة و500 قيمة التأمين الماقل اللي هي حصلته من شركة الاسكندرية للتوريدات. وقد تم تسوية هذه المتحصلات المتحصلات النقدية في نفس اليوم مع الوحدة الحسابية المركزية. يبقى هنا لما نيجي نحل هذا التمرين هنعمل قيدين، قيد استلام المتحصلات في الخزينة الفرعية وقيد تسوية هذه المتحصلات مع الوحدة الحسابية المركزية. يبقى عند حل هذا التمرين في الأول نسبة المتحصلات النقدية التي تم استلامها في الخزينة الفرعية، يبقى الجانب المدين مجموع هذه المتحصلات كان 1350 جنيه، يبقى نقول من حساب نقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني زي ما قلنا. الطرف المدين ثابت ما بيتغيرش في جميع المتحصلات الحكومية اللي هو من حساب نقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني إلى مذكورين. والله تم تحصيل 400 جنيه عوائد ملكية و200 جنيه حصيلة بيع السلع والخدمات و250 جنيه إيرادات متنوعة. هذه الحسابات تمثل إيرادات وبالتالي بنضيفها لحساب الإيرادات الأخرى، يبقى مجموعهم 850 حساب الإيرادات الأخرى، وتحتها نبين كل نوع من أنواع هذه الإيرادات. كانت 400 عوائد ملكية نكتبها 400 عوائد ملكية، 200 حصيلة بيع السلع والخدمات، وال250 إيرادات متنوعة، بس لازم نعليها في البداية لحساب الإيرادات الأخرى ونكتب نوعها بجوار هذا الحساب او تحت هذا الحساب لو كانت حسابات متعددة. المبالغ التي حصلتها الخزينة الفرعية كان من ضمنها 500 جنيه، دي تمثل تأمينات مؤقتة باسم شركة الإسكندرية للمقاولات. يبقى ال 500 جنيه دي بتروح الى حساب مختص اللي هو حساب جاري التأمينات المؤقتة باسم الشركة التي قامت بسداد هذا التأمين. يبقى مجموع كده القيد كده على بعضه 1350 من حساب نادية تحت التسوية تحصيل إلكتروني إلى مذكورين حساب الإيرادات الأخرى بالمبالغ اللي هي 850 وأنواعها مكتوبة تحتيها، وال500 برضه حساب دائن حساب جاري التأمينات المؤقتة باسم شركة الإسكندرية للمقاولات. برضه لاحظ لما تكون هناك حسابات متعددة في الطرف الدائن بنستخدم إلى مذكورين. كذلك لو كان هناك حسابين أو أكثر في الجانب المدين بنستخدم من مذكورين. ده بالنسبة للقيود المركبة، لو الطرفين في الجانب المدين أو أكثر بنقول كده من مذكورين وتحتها حساب كذا وحساب كذا وحساب كذا. لو كان هناك حسابين أو أكثر في الجانب الدائن برضو بنستخدم إلى مذكورين ونكتب حساب كذا وحساب كذا وهكذا. عند تسوية المتحصلات النقدية ده في القيد الثاني مع الوحدة الحسابية المركزية، احنا قلنا في نهاية اليوم بيتم على طول التسوية دي، تتم التسوية دي مباشرة، يعني في نهاية اليوم بتتم عملية تسوية المتحصلات مع الوحدة الحسابية المركزية زي عملية التوريد يعني بالظبط. كنا بنورد المبالغ للحساب لحساب البنك المركزي، هنا بنستخدم حساب الوحدة الحسابية المركزية. يبقى القيد عند تسوية المتحصلات النقدية مع الوحدة الحسابية المركزية
يبقى من حساب الوحدة الحسابية المركزية إلى حساب نقدية تحت التسوية تحصيل الإلكتروني. المحصلات الإلكترونية قلنا قبل كده لا تختلف القيود في حالة المتحصلات النقدية عن المتحصلات الإلكترونية، ولكن اللي بيختلف إذا كانت المبالغ المستلمة تزيد عن 500 جنيه. تزيد عن 500 جنيه إذا تم تحصيلها إلكترونيا كان بها، لا تضاف إليها مصاريف إدارية. وإنما إذا تم سداد هذه المبالغ التي تزيد عن 500 جنيه نقدا في خزينة الوحدة يتم تحميلها بنسبة 5% مصاريف إدارية، يعني بنزود على المبلغ المحصل 5% مصاريف إدارية بحد أقصى 7000 جنيه، بمعنى إن المصاريف الإدارية دي المحملة على المبلغ الأصلي لا تزيد عن 7000 جنيه، يعني يجب ألا تزيد عن 7000 جنيه. وهذه المبالغ اللي هي نسبة 5% مصاريف إدارية بنضيفها إلى حساب الإيرادات الأخرى نوعها إيه؟ إيرادات متنوعة. يبقى ناخد بالنا من هذه المتحصلات. يبقى في مبالغ تزيد عن 500 جنيه دي يجب تحصيلها إلكترونيا، لكن إذا قام مسدد هذه المبالغ بسدادها نقدا في خزينة الوحدة يبقى في هذه الحالة يتم تحميله مصاريف إدارية بنسبة 5% بحد أقصى 7000 جنيه. ناخد التمارين على المتحصصات الإلكترونية. بيقول لي في التمرين استلمت إحدى الوحدات الحكومية مبلغ 12000 جنيه إلكترونيا تمثل عوائد ملكية، بس هنا المبلغ تم استلامه إيه؟ إلكترونيا. يبقى كده مفيش مصاريف إدارية، وقد تم تسوية المتحصلات مع الوحدة الحسابية المركزية. المطلوب إجراء القيود اليومية اللازمة. هنعمل قيدين. القيد الأولاني اللي هو عند استلام المتحصلات إلكترونيا أو القائم بسداد المبالغ دي سددها إلكترونيا عن طريق البطاقات الإلكترونية الـ ATM أو بطاقة ميزة إلى غير ذلك من البطاقات الإلكترونية. بيتم سداد المبالغ على المستحقين للوحدات الحكومية من خلال هذه البطاقات. يبقى لما نيجي نستلم المبلغ إلكترونيا يبقى نقول القيد الأولاني من حساب النقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني، ما اختلفش زي القيود السابقة، وده كان تمثل هذه المبالغ عوائد ملكية، يبقى بنضيفها إلى حساب الإيرادات الأخرى نوعها عوائد ملكية. القيد الثاني عند تسوية هذه المتحصلات مع الوحدة الحسابية المركزية بيتم إجراء القيد كما يلي. بنقول 12000 جنيه من حساب الوحدة الحسابية المركزية، ده حساب مدين، إلى حساب نقفل حساب نادية تحت التسوية تحصيل إلكتروني كما سبق. يبقى في قيدين بالنسبة لهذا التمرين. القيد الأولاني عند استلام المتحصلات يبقى 12000 جنيه من حساب النادية تحت التسوية تحصيل إلكتروني إلى حساب الإيرادات الأخرى عوائد ملكية. القيد الثاني اللي بيتعمل اللي هو تسوية المتحصلات مع الوحدة الحسابية المركزية، يبقى قيد برضه ثابت ما بيتغيرش على طول كده. بنقول من حساب الوحدة الحسابية المركزية إلى حساب النقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني. تمرين آخر بيقول لي فيه استلمت الوحدة الحكومية متحصلات إلكترونية كله إلكتروني بلغت قيمتها 16000 جنيه منها 5000 إيرادات السنة السابقة. إيرادات السنة السابقة دي بتروح إلى حساب الإيرادات الأخرى نوعها إيرادات متنوعة إيرادات السنوات السابقة. 3000 سدادا للمسحق على أحد الأشخاص. أحد الأشخاص كان عليه مبلغ معين، هيسدد هذا المبلغ. لما كان عليه هذا المبلغ كان محمل على حساب اسمه حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية، يعني كان مدين
بهذا ايه المبلغ. لما يجي يسدده هنقفل هذا الحساب ايه المدين اللي هو اسمه حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية في 8000 جنيه تأمين مؤقت، يبقى الى حساب جاري التأمينات المؤقتة ب 8000 جنيه. ولاحظ هنا حسابات متعددة اكتر من حساب، وبالتالي بنستخدم الى مذكورين. لكن الطرف المدين ده ثابت اللي هو ايه استلمت الوحده الحكوميه متحصلات الكترونيه بلغت قيمتها 16000 جنيه، يبقى 16000 جنيه في الطرف المدين من حساب نقديه تحت التسويه بالقسطين تحصيل الكتروني الى حساب مين؟ الى حساب المتحصلات. نوعها ايه هنا اهو، في عندنا ايرادات سنويه ساقطه بتروح ايه حساب ايرادات اخرى شرطه ايرادات ايه متنوعه، نوعها ايرادات متنوعه. 3000 سداد للمستحق على احد الاشخاص، يبقى ده الى حساب جاري مبالغ مدينه تحت التسويه لان هو كان مدين بالمبلغ ده سابق عند ايه تحصيله، بناخده من هذا الشخص المدين، يبقى 8000 الى حساب جاري مبالغ مدينه تحت التسويه. 3000 جاري مبالغ مدينه تحت التسويه باسم هذا ايه الشخص، و8000 يبقى ده تأمين مؤقت، يبقى إلى حساب جاري تأمينات مؤقتة. عند تسوية هذه المبالغ اللي هي 16000 جنيه مع الوحدة الحسابية المركزية، القيد ما بيتغيرش زي القيد اللي احنا قلناه قبل كده في تسوية المتحصلات مع الوحدة الحسابية المركزية، اللي هو يبقى كام؟ 16000 من حساب الوحدة الحسابية المركزية إلى حساب الندية تحت التسوية تحصيل إلكتروني. هكذا يكون القيد الأول عند استلام المتحصلات الكترونيا من حساب نادية تحت التسوية 16000 تحصيل الكتروني الى مذكورين. كان في 5000 جنيه تمثل ايرادات سنوات سابقه. ايرادات السنوات السابقه زي ما قلت قبل كده بيتم تعليتها على حساب الايرادات الاخرى. نوعها ايه؟ ايرادات متنوعه. والايرادات المتنوعه دي نوعها ايه؟ كانت ايرادات سنوات سابقه. ما ينفعش نكتب حساب ايرادات سنه سابقه مباشره، وانما يجب استخدام الحساب الرئيسي اللي هو حساب ايه الايرادات الاخرى. نوعها ايه؟ ايرادات متنوعه. نوعها ايه؟ ايرادات سنوات ايه سابقه. ال 3000 جنيه اللي كانت على احد الاشخاص كان مدين بيها قبل كده، كان هذا الشخص مدين بهذه المبالغ، كنا بنقول من حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية باسم هذا ايه الشخص ايه المدين لما ايه كان مدين بال 3000 جنيه دي. هو حاليا في هذا القيد قام بسداد المستحق ايه عليه اللي هو 3000 جنيه، يبقى نقفل له ايه حسابه المدين. يبقى في الجانب الداين بنستخدم حساب اسمه حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية باسم هذا ايه الشخص المدين. ال 8000 جنيه كانت تمثل تأمينات مؤقتة باسم احدى ايه الشركات، يبقى برضه بنستخدم حساب جاري التأمينات ايه المؤقتة باسم شركة ايه كذا. وزي ما قلنا قبل كده عند تسوية المتحصلات مع الوحدة الحسابية المركزية بنيجي في نهاية اليوم كل المتحصلات التي يتم ايه تحصيلها سواء كان ايه نقدا او الكترونيا بنوديها على الشبكة ايه المالية للحكومة ايه المصرية. الشبكة المالية دي موجودة في الوحدة الحسابية المركزية اللي هي موجودة في البنك المركزي المصري بنك الحكومة، يبقى على طول بنعمل القيد والقيد ده ثابت بمجموع هذه المتحصلات في نهاية كل يوم، يبقى من حساب الوحدة الحسابية المركزية 16000 إلى حساب نقدية تحت التسوية نوعها إيه تحصيل إلكتروني أو بين قوسين تحصيل إلكتروني. التمرين الحالي بيقول لي بلغت قيمة التأمين النهائي 20000 جنيه عن مناقصة رست على أحد الموردين، وقد قام هذا المورد بسداد القيمة نقدا. لاحظ إن هو سدد القيمة إيه نقدا وليس إلكترونيا، وقد تم تسوية المتحصلات مع الوحدة الحسابية المركزية. يبقى في هذه الحالة كان المفروض على هذا المورد سداد قيمة التأمين النهائي المستحق عليه، لأن هو دخل مناقصة لازم يدفع تأمين نهائي لضمان تنفيذ العقد بالشروط والمواصفات المحددة. ده ضمان للوحدة الإدارية الحكومية
لتنفيذ العقود مع الموردين او مع المتنافسين او مع المقاولين بالشروط المحددة في العقد. هنا دفع ال20,000 جنيه نقدا وليس الكترونيا، يبقى في هذه الحالة بنحمله بمبلغ اضافي نسبته 5% كمصاريف ادارية، وزي ما قلنا بحد اقصى ما تزيدش المصاريف الادارية عن 7,000 جنيه. طب تعالى كده نحسب المصاريف الإدارية اللي هي 5%، يبقى 20,000 في 5 على 100 هتساوي 1,000 جنيه، والألف جنيه دي بنوديها إلى حساب الإيرادات الأخرى، نوعها إيرادات إيه؟ متنوعة. والتأمين النهائي دائن زي ما قلنا قبل كده، يبقى يروح التأمين النهائي لحسابه اللي هو حساب جاري التأمينات النهائية. يبقى المورد ده هيدفع كام؟ بدل ما كان هيدفع 20,000 لو دفعها الكترونيا كان دفع 20,000 فقط، ولكن هو دفع ال 20,000 نقدا، يبقى بنحمله مصاريف اداريه 5%، قيمتها حسبناها 20,000 في 5 على 100 هتساوي 1000 جنيه، يبقى كده هيدفع كام؟ 21,000 جنيه. يبقى نقول القيد من حسابنا دي تحت التسويه بال 21,000 تحصيل الكتروني الى مذكورين. وقلنا قبل كده كلمه تحصيل الكتروني ان كل المتحصلات بيتم تسويتها في نهايه اليوم على الشبكه الالكترونيه، وبالتالي كل المتحصلات تدخل ايه؟ تحصيل ايه؟ الكتروني، سواء كانت متحصلات نقديه في الخزائن خزائن الوحدات الاداريه الحكوميه او متحصلات ايه؟ الكترونيه. يبقى 21,000 حملناه ب 1000 جنيه زياده، ب 21,000 من حساب نديه تحت التسويه تحصيل الكتروني الى مذكورين، 20,000 اللي هي قيمه التامين النهائي، يبقى حساب جاري التامينات النهائيه باسم المورد، وال 1000 جنيه بتروح الى حساب الايرادات الاخرى، يبقى حساب الايرادات الاخرى نوعها ايرادات متنوعه اللي هي 5% مصاريف اداريه بحد اقصى 7,000 جنيه. القيد الثاني اللي بيتعمل اللي هو تسوية المتحصلات مع الوحدة الحسابية المركزية، يبقى 21,000 جنيه ده مجموع المتحصلات، يبقى من حساب الوحدة الحسابية المركزية إلى حساب النقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني. فيما سبق خلصنا من التوجيه المحاسبي للمتحصلات الحكومية، وقلنا إن كل المتحصلات الحكومية يتم إجراء قيدين، قيد إسلام المتحصلات، وهذا القيد لا يختلف في تركيبته عن أي قيد للمتحصلات، اللي هو من حساب نقدية تحت التسوية بين قوسين تحصيل إلكتروني إلى حساب الحساب المختص. والله لو كانت إيرادات يبقى إلى حساب الإيرادات الأخرى، لو كانت تأمينات يبقى إلى حساب جاري التأمينات، كانت مؤقتة يبقى إلى حساب جاري التأمينات المؤقتة، إلى حساب جاري التأمينات النهائية، إلى حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية حسب نوع المتحصلات، يبقى إلى حساب الشيء المحصل، اللي هو لو كان تأمينات يبقى إلى حساب جاري التأمينات، لو كان إيرادات يبقى إلى حساب الإيرادات. القيد الثاني في المتحصلات وده أيضا قيد ثابت، وهو تسوية هذه المتحصلات مع الوحدة الحسابية المركزية، يبقى القيد بيكون ايه كما يلي: من حساب الوحدة الحسابية المركزية إلى حساب النقدية تحت التسوية بين قوسين تحصيل إلكتروني، قيد ايه ثابت، يبقى هما قيدين والقيدين ثابتين مع المتحصلات، بس مع ملاحظة إن المتحصلات التي تزيد عن 500 جنيه يجب تحصيلها الكترونيا، اذا تم تحصيلها نقدا تضاف اليها نسبه 5% مصاريف اداريه، وقلنا هذه المصاريف تضاف الى حساب الايرادات الاخرى نوعها ايرادات متنوعه، وهذه المصاريف الاداريه ما تزيدش عن 7,000 جنيه، ده حسب نص القانون. كده خلصنا من المتحصله، هندخل في التوجيه المحاسبي للمدفوعات الجاريه.
يعني هناخد كل ايه المدفوعات. هذه المدفوعات ممكن ندفع الاجور والرواتب اللي هي الاجور وتعويضات العاملين اللي هي المرتبات، ممكن يعني الوحده الاداريه الحكوميه هي التي تقوم بالدفع. يبقى هنا المدفوعات بالنسبه للوحدات الاداريه الحكوميه، بتدفع ايه الوحدات الاداريه الحكوميه؟ تدفع الاجور والرواتب، بتدفع شراء السلع والخدمات، اشتريت السلعه، دفعت قيمه ايه خدمه بالنسبه لهذه الوحده. برضه ممكن في الوحدات الإدارية الحكومية نعمل حاجة اسمها سلف مؤقتة. لما نيجي لها هنقول يعني ايه سلف مؤقتة او سلفة ايه مستديمة. كذلك ممكن نرد التأمينات المؤقتة للذين لم ترسى عليهم المناقصة. ممكن ندفع الضرائب التي يتم استقطاعها لحساب مصلحة ايه الضرائب، بنسددها إلى مصلحة إيه الضرائب. يعني كل ده أنواع مختلفة للمدفوعات هنتعرض لها بالشرح يعني التفصيلي في الصفحات التالية. هنبدأ بالتمرين الأول أو التمرين اللي هو موجود قدامنا. بيقول لي في التمرين إن الوحدة الإدارية الحكومية اشترت أدوات كتابية بمبلغ 25,000 جنيه، وقد تم إصدار أمر دفع إلكتروني للمورد بعد خصم 600 جنيه ضرائب ودمغات. طبعا هذه الضرائب والدمغات احنا بناخدها من المورد ونعيد سدادها لمصلحة إيه الضرائب بعد إيه بعد ذلك. الحكومة عموما بتقوم بسداد جميع مدفوعاتها بأوامر دفع إلكترونية صادرة. يعني أي مبالغ بتسددها الحكومة بتسددها للمستحقين المختلفين بأوامر دفع إلكترونية. عشان كده القيد المحاسبي هنا هنعمل إيه قيدين، قيد اللي هو إصدار أمر الدفع، وبعد كده بيتم يعني خلال فترة برضو إيه وجيزة تسوية أوامر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية. كما سبق وإن ذكرنا إن المتحصلات الحكومية المتحصلات بيتم تسويتها مع الوحدة الحسابية المركزية. أيضا المدفوعات من خلال أوامر الدفع يتم تسويتها أيضا في نهاية اليوم أو خلال فترة إيه معينة مع الوحدة الحسابية المركزية. عشان كده هنا بنعمل قيدين، يعني مع المدفوعات بنعمل القيد الأولاني اللي هو إصدار أمر الدفع للمورد في حالة شراء سلعة إيه وخدمات. يبقى نقول القيد من حساب شراء السلع والخدمات نوعها إيه، كانت أدوات كتابية، بس الأدوات الكتابية يعني تعتبر نوع من أنواع المستلزمات السلعية. عشان كده استخدمنا الحساب بهذا الشكل اللي هو من حساب شراء سلع وخدمات نوعها إيه مستلزمات سلعية اللي هي أدوات إيه كتابية إلى مذكورين. مصلحة الضرائب استقطعنا لحسابها 600 جنيه لحساب مصلحة إيه الضرائب، دي عبارة عن إيه دمغات وضرائب على المورد. يبقى لما نيجي إيه نستقطعها يبقى بنعليها على حساب ده، لأن المبلغ ده لا تأخذه الوحدة الإدارية الحكومية لنفسها، وإنما هذا المبلغ مستقطع لحساب مصلحة الضرائب. يعني الوحدة الإدارية الحكومية سوف تقوم بسداد هذا المبلغ في تاريخ لاحق لمصلحة الضرائب. عشان كده استخدمنا حساب دائن اللي هو اسمه ايه حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب، ده 600 جنيه. صافي ايه المبلغ اللي هو 24,400 بنطلع بيه امر دفع صادر. عشان كده بنستخدم حساب اوامر الدفع الصادرة امر دفع رقم كذا. القيد الثاني عند تسوية امر الدفع الصادر مع الوحده الحسابيه المركزيه، يعني بمعنى كده ايه بسيط، بيتم خصم امر الدفع ده من ارصده ايه الحكومه في البنك إيه المركزي من خلال حاجه اسمها الوحده الحسابيه ايه المركزيه. امر الدفع كان دائن في القيد الاول. هنا عند تسوية أمر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية خلاص بنقفل هذا إيه الحساب، أو إيه الحساب الوسيط ده المستخدم بنخليه مدين، بدل ما هو كان دايم
هنخليه مدين، يبقى 24400 من حساب أوامر الدفع الصادرة أمر دفع رقم كذا إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية. يتم جعل حساب الوحدة الحسابية المركزية دائن، لأن هنا المدفوعات بتقلل هذا الحساب أو بتخفض رصيد هذا الحساب. التمرين اللي بعد كده بيقول لي تم سداد المستحق لمصلحة الضرائب. كان مستحق لمصلحة الضرائب خلال فترة مثلا معينة 66,000 جنيه، اللي هي الاستقطاعات اللي تم استقطاعها من الموردين المختلفين، وأي دمغات بيتم سدادها خلال فترة معينة لمصلحة الضرائب، تم سدادها بأمر الدفع رقم كذا اللي هو 333. يبقى في هذه الحالة مصلحة الضرائب كانت دائنة على الوحدة الإدارية الحكومية. عند سداد المبلغ لمصلحة الضرائب خلاص بنقفل حساب مصلحة الضرائب، يبقى كده يكون 66,000 من حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب، خليناه أهو في الجانب المدين، ولما نقفل الحساب نقفله باسمه، هو كان اسمه جاري مبالغ دائنة. لاحظ كلمة جاري مبالغ دائنة، دائنة يبقى يتقفل باسم حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب، خليناه في الجانب المدين من القيد المحاسبي. إلى حساب طلعنا لمصلحة الضرائب أو أمر دافع برضه، يبقى إلى حساب أوامر الدفع الصادرة أمر دفع رقم 333. عند تسوية بقى أمر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية بيتخصم يعني من حساب الوحدة في البنك المركزي، يبقى القيد هيكون من حساب أوامر الدفع الصادرة أمر دفع رقم كذا هو 3 تلاتات. هنا خلينا حساب أوامر الدفع الصادرة مدين، كانت هو دائنة عند إصدار أمر الدفع، عند التسوية بيجعل مدين. إلى حساب مين؟ الوحدة الحسابية المركزية، يبقى القيود ثابتة في المدفوعات، يبقى المدفوعات من حساب الشيء اللي احنا دفعناه باسم حسابه. لو دفعنا ثمن شراء سلع وخدمات يبقى من حساب شراء سلع وخدمات، دفعنا الأجور يبقى من حساب الأجور وتعويضات العاملين، رجعنا التأمينات رديناها يبقى من حساب جاري التأمينات. إلى حساب مين؟ إلى حساب أوامر الدفع الصادرة. القيد الثاني اللي هو تسوية أوامر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية، يبقى أوامر الدفع كانت دينة، يبقى لما نيجي نسويها يبقى من حساب أوامر الدفع الصادرة، نخليها مدينة، إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية. ناخد تمرين آخر. بيقول لي في التمرين تم سداد مبلغ 2300 جنيه قيمة فواتير الصيانة التي أجرتها الوحدة الحكومية لآلات الطباعة بها بأمر الدفع رقم 444. يبقى في هذه الحالة بنعمل القيدين، القيد اللي هو إصدار أمر الدفع، والقيد الثاني اللي هو عند تسوية أمر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية. يبقى القيد الأول عند إصدار أمر الدفع، وده قيد ثابت من حسابي. هنا احنا عملنا خدمات الصيانة، يبقى بتحمل على حساب شراء السلع والخدمات، لأن ونوعها الخدمات، يبقى من حساب شراء السلع والخدمات، وده كان عبارة عن خدمة الصيانة، يبقى نوعها الخدمات، نوعها كانت مصروفات الصيانة. إلى حساب أوامر الدفع الصادرة أمر دفع رقم 444. عند تسوية أمر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية، ده احنا قلنا قيد ثابت، يبقى من حساب أوامر الدفع الصادرة أمر دفع رقم 444 إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية. يبقى في جميع المدفوعات زي ما قلنا سابقا من حساب الشيء اللي احنا دفعناه باسم حسابه الرئيسي، والله لو كان الحساب ده شراء سلع وخدمات يبقى نقول من حساب شراء سلع وخدمات، لو كان الحساب ده اللي احنا دفعنا له أمر دفع أجور يبقى من حساب الأجور وتعويضات العاملين، كان رد تأمينات يبقى من حساب جاري التأمينات، إلى حساب أوامر الدفع الصادر ده قيد ثابت. وبعد كده بنسوي أمر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية بالقيد الثابت هذا، اللي هو من حساب أوامر الدفع الصادر إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية. تمرين يعني ضفنا بعض المعلومات الأخرى. بيقول لي فيه تم شراء أدوات كتابية
وبلغت فاتورة الشراء 7500 جنيه، خصم منها 300 جنيه دمغات وضرائب. طبعا ال 300 جنيه دي خصمت دمغات وضرائب لصالح مصلحة الضرائب اللي احنا بنستخدم لها حساب جاري مبالغ دينا تحت التسوية. وقد تم إصدار أمر دفع للمورد بالصافي، يعني 7500 ناقص 300 ده الصافي. كما تم إصدار أمر دفع لمصلحة الضرائب بالمستحق له، مستحق لها 300 جنيه. يبقى في هذه الحالة هنعمل 3 قيود. أول قيد اللي هو إصدار أمر الدفع للمورد. إحنا اشترينا الأدوات الكتابية ب 7500 بالإجمالي، يبقى 7500 من حساب شراء السلع والخدمات، ده الحساب اللي هو إيه؟ كان عندنا الباب الثاني في الموازنة في المصروفات، حساب شراء السلع والخدمات، نوعها إيه؟ أدوات كتابية، يبقى دي مستلزمات سلعية أدوات كتابية إلى مذكورين. في 300 جنيه مستقطعة لصالح مصلحة الضرائب دمغات وضرائب، يبقى نستخدم لها حساب داين اسمه جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب بال 300. صافي المبلغ 7200. 7200 بنطلع بأمر دفع صادر لهذا المورد، يبقى حساب أوامر الدفع الصادرة أمر دفع رقم كذا، بياخد إيه رقم معين. بعد كده بيتم إصدار، هو قال لي في التمرين تم إصدار أمر دفع لمصلحة الضرائب المستحق له، يبقى ندفع إيه مستحقات مصلحة الضرائب بهذا القيد لها 300 جنيه، يبقى من حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب، حسابها كان دائن جعلناه في الطرف المدين بس بنفس الاسم اللي هو إيه، حساب جاري مبالغ دائنة، لاحظ كلمة دائنة، تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب إلى حساب أوامر الدفع الصادرة. يبقى كده طلعنا أمر دفع لمصلحة الضرائب بمستحقات. بعد كده بنسوي أوامر الدفع اللي احنا طلعناها في نهاية اليوم. كل أوامر الدفع التي قامت بإصدارها الوحدة الإدارية الحكومية في نهاية اليوم، بتيجي في نهاية اليوم بتعمل لها تسوية مع الوحدة الحسابية المركزية، القيد ده ثابت ما بيتغيرش. يبقى عندي هنا أمرين دفع في التمرين، يبقى من مذكورين، ولازم لكل امر دفع يطلع له ايه حسابه، لان ده امر الدفع رايح لمصلحة الضرايب، وهذا امر الدفع رايح للمورد، يبقى لكل امر دفع بايه يستخدم له حسابه. يبقى في 7200 ده بتاع المورد، حساب اوامر الدفع الصادرة امر دفع رقم كذا، و300 جنيه حساب اوامر الدفع الصادره اللي هو بتاع مصلحه الضرايب امر دفع رقم كذا، والاوامر دي بتصرف من الوحده الحسابيه المركزيه او بيتم تسويتها مع الوحده الحسابيه المركزيه، يبقى الى حساب الوحده الحسابيه المركزيه. يبقى القيود لا تتغير وانما كلها ثابته وواخده نفس النمط. المدفوعات من السلف المستديمة والسلف المؤقتة، في نوعين من السلف موجودة في الوحدات الإدارية الحكومية. النوع الأول اللي هو السلف المستديمة، دي سلف بيتم إنشائها لمواجهة عمليات تخص الوحدة الإدارية الحكومية. السلف المستديمة دي تخصص للصرفيات النثرية البسيطة التي لا تزيد قيمتها عن 200 جنيه، يعني مبالغ ايه صغيرة، مش لازم نمشي بإجراءات الصرف المطولة لصرفها. مثلا الوحدة الإدارية الحكومية في حاجة لشراء لمبات إضاءة لا تتعدى قيمتها 150 جنيه مثلا، يبقى في هذه الحالة بدل ما نمشي دورة الشراء المطولة يبقى بنختصر هذه الدورة ويتم شراء هذه النثريات البسيطة من حاجة اسمها السلف المستديمة التي يتم إنشائها داخل الوحدة الإدارية الحكومية في بداية السنة المالية. والسلف المستديمة تستمر للسنة المالية كاملة، يعني يبدأ إنشائها مع بداية السنة المالية اللي هو 1/7
ويتم اقفال الصرف المستديمة في نهاية السنة المالية اللي هو 30/6. والصرف المستديمة تخصص للصرفيات النثرية البسيطة التي لا تتعدى قيمتها 200 جنيه، حاجات بسيطة زي ما قلنا لمبات إضاءة اتحرقت، مجموعة أقلام يتم شرائها لا تزيد قيمتها عن 200 جنيه، يتم شرائها من خزينة السلفة المستديمة، وهكذا للنثريات البسيطة. أما السلف المؤقتة فهذه السلف تخصص للحالات الضرورية أو الطارئة أو العاجلة، يعني حاجات تحتاجها الوحدة الإدارية الحكومية على وجه السرعة، ومش عاوزين برضو نمشي بإجراءات الصرف المطولة لأن احنا محتاجينها على وجه السرعة. يعني على سبيل المثال الأوراق، أوراق الطباعة ممكن الوحدة الإدارية الحكومية تكون في حاجة عاجلة لشراء أوراق الطباعة، مثلا كلية التجارة فرضا عندنا امتحانات للطلاب، والورق الخاص بطباعة هذه الامتحانات اللي هو الـ A4 كان ناقص، ممكن في هذه الحالة على طول مباشرة نعمل سلفة مؤقتة بمبلغ معين، هذا المبلغ ممكن يكون 10,000 جنيه، 8,000 جنيه، يتم من خلاله شراء هذه الأوراق لكي يتم حل المشكلة العاجلة أو الطارئة. ده بالنسبة للسلفة المؤقتة. السلفة المؤقتة اسمها مؤقتة ليه؟ لأن يتم إنشائها بصورة طارئة أو عاجلة، ويتم تسويتها عند الانتهاء من الأعمال التي تم إنشاء سلفة مؤقتة لها. لما الأعمال تنتهي يبقى يتم تسوية السلفة المؤقتة بانتهاء هذه الأعمال، لكن السلف المستديمة مستمرة طوال السنة المالية. في الجزء التالي هناخد التوجيه المحاسبي ونبدأ بالسلف المستديمة. قبل التوجيه المحاسبي كيف يتم تحديد مقدار السلفة المستديمة؟ بيتم تحديد مبلغ السلفة المستديمة بمتوسط المنصرف الشهري منها، يعني من السلفة المستديمة خلال الـ6 شهور السابقة، ويضاف إلى هذا المتوسط 50%. ناخد مثال عشان تبقى العملية مفهوم. يعني بلغت جملة المستندات المنصرفة من السلفة المستديمة خلال آخر 6 شهور 12,000 جنيه، يعني اللي احنا صرفناه من خزينة السلفة المستديمة 12,000 جنيه خلال الـ6 شهور، هما مجموعين جاهزين خلال الـ6 شهور. المطلوب تحديد مبلغ السلفة المستديمة. لما نيجي نحدد مبلغ السلفة المستديمة بنحسب متوسط آخر 6 شهور ونضيف عليه 50% من هذا المتوسط، يبقى نحسب المبلغ ده، يبقى 12,000 على 6 اللي هو 6 شهور زائد 50% من المبلغ اللي يطلع. 12,000 على 6 تساوي 2000، ونضيف على الـ2000 50% من الـ2000، يعني 50% على نصه يعني 1000، يبقى 2000 زائد 1000 هيساوي 3000، يبقى كده ادي مبلغ السلفة المستديمة. ده لو كدنا المبلغ مجمل خلال 6 شهور. طب ادانا المبالغ خلال 6 شهور بكل شهر على حدة، يعني مدينا اهو مثال تاني تبين ان المنصرف من السلفة المستديمة خلال اخر 6 شهور كان كما يلي: 3,300 ده الشهر اول شهر، و2,700، 3,400، 2,600، 3,200، 2,800، ادي 6 شهور. المطلوب تحديد مبلغ السلفة المستديمة. هنجمع 6 شهور: 3,300 زائد 2,700 زائد 3,400 زائد 2,600 زائد 3,200 زائد 2,800 هيساوي 18,000. 18,000 هنقسمها على 6، يبقى 18 على 6 يساوي 3,000، ونضيف على ال 3,000 50% منها،
يبقى 50% من 3000 يعني نصهم يعني 1500، يبقى 1500 زائد 3000 يبقى يساوي 4500. يبقى في هذه الحالة يتم إنشاء مبلغ السلف المستديمة بمبلغ 4500 جنيه. ناخد التمارين على السلف المستديم. التمرين الأول بيقول لي تم إنشاء سلفة مستديمة بمبلغ 8000 جنيه بأمر الدفع رقم كذا. طبعا في موظف مسؤول تكون عهدة السلفة المستديمة طرفه، هي أصلا العهدة عهدة السلفة المستديمة تمثل عهدة شخصية باسم رئيس المصلحة الحكومية أو رئيس الوحدة الإدارية الحكومية. ولكن رئيس الوحدة الإدارية الحكومية بيفوض أحد الموظفين وليس موظفا بالحسابات، وإنما يكون أحد العاملين أو الموظفين سواء كان في إدارة المشتريات أو في الخزينة بإمساك عهدة السلفة المستديمة. عند إنشاء السلفة المستديمة يعني هنا في التمرين بيقول لي تم إنشاء السلفة المستديمة طبعا باسم أمين العهدة، بيحدد اسمه بمبلغ 8000 جنيه. يبقى على طول بنستخدم حساب مدين من حساب، لأن دي عهدة طرف أحد الأشخاص، يبقى من حساب جاري السلفة المستديمة باسم أمين إيه السلفة إلى حساب أوامر الدفع إيه الصادرة، ويتم إصدار أمر دفع لهذا إيه الأمين. برضو في معلومة أحب أوضحها، الوحدات الإدارية الحكومية بتعمل بطاقة اي تي ام خاصة ب أمناء إيه السلف، سواء كان سلف مستديمة أو سلف إيه مؤقتة أو أمناء الخزائن، بيتم إصدار لهم بطاقة اي تي ام لمثل هذه العمليات. لما نيجي نسوي أمر الدفع عادي نفس القيد اللي خدناه قبل كده، تسوية أمر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية. يعني كلمة تسوية أمر الدفع يعني معناها إن إحنا بنسوي أمر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية، يعني الصرف يبقى من حساب أوامر الدفع الصادرة أمر دفع رقم كذا إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية. يعني أمين العهدة بيصرف إيه المبلغ ويحطه في الخزينة اللي اسمها خزينة السلفة إيه المستديمة. يبقى ده معنى إيه قيد الإيه الإنشاء. بعد كده التمرين الثاني بيقول لي إيه؟ بلغت جملة مستندات الاستعاضة من السلفة المستديمة 540 جنيه. دي كانت عبارة عن إيه؟ اشتروا من السلفة المستديمة حاجات ب 540 جنيه، مشتريات سلع إيه وخدمات. وكانت الضرائب والدمغات المستقطعة 30 جنيه، وقد تمت الاستعاضة بأمر الدفع رقم إيه كذا. تعالى في البداية قبل ما نحل هذا التمرين، يعني إيه استعاضة المنصرف من السلفة المستديمة؟ يعني المبالغ اللي احنا حطيناها في خزينة السلفة المستديمة صرفنا منها مبالغ معينة. هذه المبالغ يتم استعاضتها، يعني نرجعها تاني، او المبالغ دي ناخدها تاني وناخدها من الاعتمادات بتاعت الوحدة الإدارية الحكومية، ناخد ايه نفس المبالغ التي صرفت ونحطها في خزينة السلفة ايه المستديمة لكي يبقى رصيدها ايه ثابت. الاستعاضة دي تتم كلما قرابت السلفة المستديمة على النفاذ، يعني الرصيد اللي كان موجود فيها احنا انشأناها ب 8000 جنيه والرصيد صرفنا منه مثلا 7500 جنيه، يبقى المتبقي في السلفة المستديمة 500 جنيه. يبقى ممكن ايه ال 500 جنيه دي لا تكفي الصرفيات التالية، وبالتالي لابد المبالغ التي صرفت يتم ايه استعاضة مثلها ويتم ايه وضعها في خزينة السلفة المستديمة لكي يبقى رصيد السلفة المستديمة بنفس ايه المبلغ الذي تم انشاء السلفة المستديمة به اللي هو 8000 جنيه. ده معنى كلمة ايه الاستعاضة. الاستعاضة تتم
كلما قربت السلف المستديمة على النفاد ربط تخلص مبالغها ربط تخلص أو الصعادة تتم حتما في نهاية كل شهر، يعني في نهاية كل شهر من شهور السنة المالية يتم استعاضة إيه المنصرف من السلفة إيه المستديمة. نرجع لحل هذا إيه التمرين، وقال لي إيه بلغت جملة مستندات الاستعاضة من السلفة المستديمة 540 جنيه، دي عبارة عن إيه مشتريات سلع وخدمات، يبقى أحملها في الاستعاضة على حساب شراء سلع وخدمات. يعني أقول كده أهو من حساب ال 540 جنيه من حساب شراء السلع والخدمات إلى مذكورين، الضرائب والدمغات كانت كام؟ 30 جنيه، يبقى إلى مذكورين 30 حساب جاري مبالغ دينة تحت التسوية باسم مصلحة إيه؟ الضرائب، وصافي الاستعاضة يبقى 510، يبقى ال 510 دي إيه؟ صافي الاستعاضة، بطلع بيها أمر دفع صادر، يبقى 510 حساب أوامر الدفع إيه؟ الصادرة. القيد هنقوله مرة تاني، يبقى القيد هيكون كما يلي: 540 من حساب شراء سلع وخدمات، ده جملة الاستعاضة، المبلغ اللي احنا صرفناه من السلف المستديمة حملناه على حسابه الأصلي اللي هو شراء سلع وخدمات إلى مذكورين. الدمغات والضرائب كانت كام المستقطعة عند عمليات ايه الشراء المختلفة التي تمت من خلال السلف المستديمة؟ 30 جنيه، يبقى حساب جاري مبالغ دينة إلى مذكورين، حساب جاري مبالغ دينة تحت تسوية باسم مصلحة ايه الضرائب، وصافي الاستعاضة اللي هي 510، يبقى يطلع بيها أمر الدفع ايه صادر، يبقى حساب أوامر الدفع ايه الصادرة، أمر دفع رقم ايه كذا، ده الاستعاضة نفسها. طب لو قال لي وقد تم تسوية أوامر الدفع الصادرة مع الوحدة الحسابية المركزية، هو في يعني فعليا في نهاية اليوم أو في اليوم التالي على حد أقصر بيتم تسوية أوامر الدفع الصادرة، يبقى هنسويها مع مين؟ مع الوحدة الحسابية المركزية. يبقى نعمل القيد اللي هو 510 من حساب أوامر الدفع الصادرة أمر دفع رقم كذا إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية، ده لو إيه قال لي في التمرين وقد تم تسوية أوامر الدفع إيه الصادرة. يبقى بكده خلصنا من السلفة إيه المستديمة. طبعا في حالات أخرى للسلفة المستديمة، يعني ممكن نزود السلفة المستديمة وممكن ننقص السلفة المستديمة، وممكن ننقل الموظف اللي هو امين عهدة السلفة ايه المستديمة، وحتما في نهاية السنة المالية بيتم اغفال السلفة ايه المستديمة لتجديدها في بداية السنة المالية التالية، ولكن نكتفي بالإنشاء والاستعاضة. يبقى كده في إنشاء السلف المستديمة، يبقى هنحمل أمين العهد عند الإنشاء بقيمة السلف المستديمة، يبقى من حساب جاري السلف المستديمة باسم أمين العهدة إلى حساب أوامر الدفع الصادرة، بنطلع له أمر دفع. وبعد كده أمر الدفع لو تم تسويته مع الوحدة الحسابية المركزية، يبقى من حساب أوامر الدفع الصادرة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية. الاستعاضة اللي احنا بالحاجات اللي صرفناها من السلف المستديمة يتم ايه تعويضها، تعويض مبالغها. طبعا حد ممكن يسأل طب نعوض مبالغها من فين؟ بنعوض مبالغها من المبالغ المعتمدة للوحدة الإدارية الحكومية في باب 2 اللي هو شراء السلع والخدمات، يعني نروح ناخد المبلغ اللي احنا صرفناه من باب 2 شراء سلع وخدمات، باب 2 في المصروفات، ونرجعه تاني الى السلفة المستديمة، الى صندوق السلفة ايه المستديمة. عند الاستعاضة بنعمل القيد ده مباشرة من حساب شراء السلع والخدمات الى مذكورين، لو في دمغات وضرائب يبقى جاري مبالغ دينة تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب، ونطلع لأمين السلفة المستديمة أمر دافع صادر، يبقى حسابه أمر الدافع الصادرة، ده بصفي إيه الاستعارة. يبقى كده خلاص السلف المستديمة تم الانتهاء منها. السلفة المؤقتة زي ما قلنا قبل كده تخصص السلف المؤقتة للعمليات الطارئة والعاجلة،
والتي يتعذر صرفها بطرق الصرف العادية. وزي ما ذكرت الورق الاي 4 لو كان نفد في الكلية، يبقى في هذه الحالة لو احنا اعتمدنا على المناقصات او الممارسات لشراء هذه الاوراق، المدة هتطول، يعني ممكن المناقصة تستغرق 3 شهور او 4 شهور، ولكن الظروف الطارئة تحتم على الوحدة الإدارية الحكومية انها تقوم بإنشاء حاجة اسمها السلفة المؤقتة لتحقيق المرونة في الصرفيات، وبالتالي بنحل المشكلة. في تمرين على السلفة المؤقتة، هذا التمرين لامم كل ما هو متعلق بالسلفة المؤقتة من بداية إنشاء السلفة المؤقتة والانتهاء منها وتسويتها عند الانتهاء منها. هذا التمرين نصه كما يلي: بيقول لي أصدرت الوحدة الإدارية الحكومية أمر دفع بمبلغ 1200 جنيه لإنشاء سلفة مؤقتة لشراء أدوات كتابية، وقد تم طبعا بيتم إنشاء سلفة مؤقتة باسم أحد العاملين في الوحدة الإدارية الحكومية، وقد تم تسوية أمر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية، يعني تم تسوية أمر الدفع الصادر، وقد بلغت فواتير الشراء. لاحظ الحاجات اللي احنا انشأنا لها سلفة مؤقتة لشراء أدوات كتابية تم شرائها ب 1000 جنيه، هو السلفة المؤقتة كانت بمبلغ 1200 جنيه، يبقى متبقي هنا في 200 جنيه لم يتم صرف، وكانت الضرائب والدمغات المستقطعة 50 جنيه، وقد تم توريد المبلغ المتبقي إلى الخزينة الفرعية للوحدة. هنعمل القيود المختلفة مع بعض العمليات الحسابية، وناخد بالنا من العمليات الحسابية لكي يكون التوجيه المحاسبي صحيحا. نبدأ بأول قيد اللي هو إنشاء السلفة المؤقتة. هو قال لي في التمرين تم إنشاء سلفة مؤقتة ب 1200 جنيه، يبقى أول قيد بنحمل السلفة المؤقتة على طول على الحساب المختص اللي هو شراء السلع والخدمات، لأن احنا هنشتري من مبلغ هذه السلفة المؤقتة الأدوات الكتابية، يبقى شراء السلع والخدمات، يبقى من حساب شراء السلع والخدمات مستلزمات سلعية أدوات كتابية إلى حساب أوامر الدفع الصادرة، بنطلع أمر دفع للمسؤول عن السلفة المؤقتة برقم معين، يبقى إلى حساب أوامر الدفع الصادرة. لاحظ إن السلف المؤقتة باعتبار إنها مبالغ وتم تحميلها مباشرة على حساب شراء السلع والخدمات، لابد من إجراء قيد نظامي مباشرة لمتابعتها. هذا القيد النظامي بيبين من الذي صرف له السلفة المؤقتة لتنفيذ الأعمال المكلف بها. يبقى القيد النظامي ده للمتابعة والرقابة، بيتم إجراءه طبعا من طرف مدين وطرف إداري. طرف المدين بنستخدم حساب المبالغ المصرفة كسلفة مؤقتة، يبقى نقول كده 1200 من حساب المبالغ المنصرفة كسلفة مؤقتة طرف السيد كذا اللي هو الموظف المسؤول إلى حساب الاستخدامات المنصرف عنها سلفة مؤقتة، يبقى عملنا قيد نظام. ويظل هذا القيد موجود في الدفاتر إلى ما يتم شراء الأدوات الكتابية. عند شراء الأدوات الكتابية يقوم الموظف المسؤول بتسوية المصرف من الصرفة المؤقتة وتوريد المتبقي منها إن وجد إلى خزينة الوحدة، وبكده بنلغي له القيد النظامي، بنلغي القيد النظامي عند الانتهاء منها، لكن هذا القيد النظامي يظل موجودا بالدفاتر لحين الانتهاء من الأعمال التي تم إنشاء سلفة مؤقتة لها. يبقى القيد النظامي تاني، يبقى من حساب المبالغ المصرفة كسلفة مؤقتة طرف السيد كذا إلى حساب الاستخدامات المنصرف عنها سلفة مؤقتة.
بعد كده امر الدفع اللي احنا طلعناه للموظف المسؤول عن الصله في المؤقته بيتم تسويته مع الوحده الحسابيه المركزيه زي ما شفنا قبل كده في القيود. ده قيد ثابت، يبقى 1200 من حساب اوامر الدفع الصادره امر دفع رقم كذا الى حساب الوحده الحسابيه ايه المركزيه. بعد كده تعالى بقى الموظف المسؤول، احنا طلعنا له صفه مقاطعه بكام؟ ب 1200. هو راح اشترى الحاجات المكلف بشرائها من السلف المؤقته بمبلغ 1000 جنيه. يبقى هذا الموظف المسؤول عن السلف المؤقته كانت طالعه له سلفة مؤقتة ب 1200 جنيه، اشترى الأدوات الكتابية ب 1000 جنيه، وكمان جايب معاه بعد ما اشترى الأدوات الكتابية 50 جنيه لصالح مصلحة الضرائب. يعني بكده المبلغ المفروض ان هو يقوم بتوريده الى خزينة الوحدة يتحسب بالمعادلة ايه التالية: مبلغ السلفة المؤقتة ناقص المنصرف منها زائد الضرائب والدمغات المستقطعة. يعني 1200 ناقص 1000 زائد ايه 50 هيساوي المبلغ ده كام؟ 250 جنيه. يبقى هو ده المبلغ اللي راجع بيه الموظف المسؤول عن السلفة ايه المؤقتة، اللي هو ايه زاد ايه معاه من عملية ايه شراء الأدوات الكتابية. حد يسألني يقول لي طب ازاي 250؟ ده هو طلع له صفة مؤقتة ب 1200 وصرف 1000 جنيه، يبقى المتبقي منه كام؟ 200 جنيه. هنا المتبقي الفعل من الصفة المؤقتة 200 جنيه، ولكن هو خد 50 جنيه من المورد اللي هو شرى منه الادوات الكتابية لصالح مين؟ مصلحة الضرائب. يبقى هو وهو راجع معاه الضرايب دي، يبقى راجع ومعاه مبلغ كام؟ 250. ال 200 اللي زايدين من السلفه المؤقته وال 50 جنيه بتاعت مصلحه الضرايب. عشان كده لما نيجي نعمل قيد التسويه ده يبقى هذا الموظف المسؤول هيورد للخزنه 250 جنيه. يبقى 250 من حساب ناديه تحت التسويه تحصيل الكتروني الى مذكورين. ال 50 جنيه دي مش بتاعتنا، دي بتاعت ايه؟ مصلحه الضرايب. يبقى ده حساب دائن على الوحده الإدارية الحكومية المختصة اللي احنا انشأنا بداخلها السلف ايه المؤقتة. يبقى ال50 جنيه تروح حساب دائن جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب، وال200 جنيه احنا حملناها في القيد الأول على حساب شراء السلع والخدمات، ولكن لم يتم ايه شراء أدوات كتابية بال200 جنيه دي، يبقى يتم استبعادها، يعني نخفض بيها حساب شراء السلع ايه والخدمات لأنها زادت. يبقى هنا نستبعدها في الوحدات الإدارية الحكومية، بنسمي هذا الموضوع بالاستبعاد. يبقى حساب شراء السلع والخدمات بالاستبعاد أدوات إيه كتابية. يبقى القيد كله على بعضه كده 250 جنيه حساب نقدية هيتم توريدها للخزينة، يبقى حساب نقدية تحت التسوية تحصيل الكتروني إلى إيه مذكورين جاري مبالغ داينة تحت التسوية دي ال 50 جنيه بتاعت مصلحة الضرايب، وال 200 جنيه هنستبعدها من حساب شراء السلع والخدمات لان يعني احنا حملناها في القيد الاول خالص على حساب شراء السلع والخدمات، يبقى تستبعد انها زادت. يبقى حساب شراء السلع والخدمات والاستبعاد ادوات ايه كتابيه. ده قيد التسويه كده. الموظف المسؤول عن الصرف المؤقته قام بجميع ايه الاعمال، اشترى الادوات الكتابيه وورد المتبقي، يبقى معلش حاجه. يبقى في هذه الحاله نلغي القيد النظامي اللي احنا عملناه قبل كده بقيد ايه عكسي. يبقى ال 1200 طبعا بكامل قيمه السلفه ايه المؤقته هنلغيها بالمبلغ كله. يبقى 1200 القيد النظامي لما يتلغي الطرف الدائن خليه مدين والطرف المدين خليه دائن، يبقى من حساب الاستخدامات المنصرف عنها سلفه مؤقته الى حساب المبالغ المنصرف عنها سلفه مؤقته طرف ايه السيد كذا، السيد اللي هو طلعت له السلفه المؤقته عشان يشتري الادوات الكتابيه. بكده خلصنا السلف
المستديمة والسلفة إيه المؤقتة. ولاحظ في السلفة المؤقتة عند الإنشاء يتم إجراء القيد الأول والقيد الثاني، اللي هو قيد الإنشاء والقيد النظامي. وممكن التمرين يعني يتمثل في إنشاء سلفة مؤقتة فقط، يبقى نعمل القيد الأول والثاني. وممكن التمرين يجي عن تسوية السلفة إيه المؤقتة، يبقى نعمل القيد اللي هو التسوية والقيد الأخير اللي هو إلغاء القيد إيه النظام. يعني التمارين ممكن تكون إيه متعددة ومختلفة. وممكن تيجي السلف المؤقتة بكامل إيه القيود اللي هي قيود الإنشاء وقيود إيه التسوية. يبقى ده بالنسبة للسلفة إيه المؤقتة. برضو السلف المستديمة ممكن يجي قيد الإنشاء فقط أو يجي قيد الاستعاضة فقط. ده بالنسبة للسلف إيه المستديمة. ناخد بالنا من مثل هذه الحالات. بعد كده هناخد الأجور والتوجيه المحاسبي لها. زي ما قلت الأجور تعتبر من المدفوعات الحكومية، يبقى في هذه الحالة بنستخدم الحساب بتاعها اللي هو اسمه الأجور وتعويضات إيه العاملين. الأجور يعني لما الحكومة تقوم بسداد الأجور والمرتبات للعاملين والموظفين في الوحدات الإدارية الحكومية، بتقوم بخصم التأمينات وتقوم بخصم الضرائب وأي مبالغ أخرى يتم استقطاعها من مرتبات العاملين بالحكومة. يعني ممكن يكون أحد العاملين مقترض قرض من أحد البنوك، ويتم استقطاع أقساط هذا القرض من مرتبه. ممكن أحد العاملين واخد سلفة من الوحدة الإدارية الحكومية، ويتم استقطاع مبالغ هذه السلفة اللي هو الأقساط من مرتبه. وبالتالي الأجور قيد الاستحقاق أو إصدار أمر دفع بالمرتب للموظف يكون بهذا الشكل. يبقى من حساب الأجور وتعويضات العاملين إلى مذكورين. الاستقطاعات غالبا لو كانت استقطاعات للغير يبقى حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية، يعني بنوك، تأمينات، مصلحة ضرائب. لو كان واخد سلفة من الوحدة الإدارية التي يعمل بها، يبقى هذا الاستقطاع بيروح لحساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية، سلف نوعها، سلف عاملين، وصافي المرتب بيطلع بأمر دفع للموظف أو للعامل أو بالأجور المنصرفة من الوحدة الإدارية الحكومية. ناخد تمرين يقول لي بلغت الأجور وتعويضات العاملين في إحدى الوحدات الإدارية الحكومية 400,000 جنيه عن شهر يناير 2019، وكانت الاستقطاعات من الأجور 18,000 تأمينات و16,000 ضرائب ودمغات و400 أقساط سلف عاملين. يعني الموظفين كانوا واخدين سلف من داخل الوحدة الإدارية الحكومية التي يعملون بها، وقد تم إصدار أوامر دفع بصافي الأجور. يعني الأجور تطلع في كشف في العاملين والموظفين ويطلع بيها أمر دفع. يبقى القيد بإجمالي الأجور 400,000 من حساب الأجور وتعويضات العاملين إلى مذكورين. الاستقطاعات كانت كما يلي: عندك في استقطاعات تأمينات اللي هي 18,000، والضرائب والدمغات ب16,000، دول بيروح حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية، يبقى مجموعهم 34,000. يبقى حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية 18,000 باسم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ده التأمينات التي على الموظفين باسم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي 16,000 ضرائب ودمغات يبقى دول باسم مصلحة الضرائب. وفي كمان
400 اقساط سلف عاملين، كانوا واخدين سلف من الوحدات التي يعملونها ايه بيع، بيستقطع من مرتباتهم هذه الاقساط. يبقى بنستخدم حساب لما الموظف بياخد السلفة بيتم جعله مدين، بنستخدم حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية سلف عاملين، ده مدين. عند سداد أقساط السلف دي ويتم خصمها من المرتبات، يبقى بنجعل هذا الحساب في الجانب الدائن، والحساب اسمه جاري مبالغ مدينة تحت التسوية سلف ايه عاملين. يبقى كده ادي الاجور اجماليها 400 ألف، والاستقطاعات كانت 34 ألف و400. يبقى الصافي بتاع الاجور بعد هذه الاستقطاعات 365 ألف و600، بنطلع بيها اوامر دفع صادرة. يبقى حساب اوامر دفع صادرة ده في الجانب ايه الدائن. يبقى الخيط كله على بعضه من حساب الاجور وتعضيات العاملين الى مذكورين جاري مبالغ دائم تحت التسويه، فيها حاجتين اللي هي التامينات، يبقى باسم الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، والضرائب باسم مصلحه الضرائب، وسلف العاملين دي بتروح للحساب المختص اللي هو جاري مبالغ مدينه تحت التسويه سلف ايه عاملين، والصافي بيطلع بيه اوامر الدفع الصادره. لو قال لي وقد تم تسويه اوامر الدفع مع الوحده الحسابيه المركزيه، يبقى في هذه الحالة نعمل القيد بتاع التسوية، القيد اللي ايه التاني اللي هو هيكون ايه 365 ألف و600. يبقى من حساب أوامر الدفع الصادرة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية. الموضوع التالي طوابع الدمغة والأوراق المدموعة. الوحدات الإدارية الحكومية بتستلم طوابع الدمغة والأوراق المدموعة أو الشهادات المدموعة من مصلحة الضرائب. طوابع الدمغة كلنا عارفينها، الأوراق المدموعة أو الشهادات المدموعة زي ورق بطاقة الرقم القومي، زي جواز السفر، دي بنسميها بالأوراق المدموعة. الوحدات الإدارية الحكومية بتستلم كميات من طوابع الدمغة والأوراق المدموعة من مصلحة الضرائب، وبعد ما تستلمها بتحدد أحد الموظفين أو العاملين لديها بمسؤولية هذه الطوابع والأوراق المدموعة، تكون عهدة طرفه. وبعد كده الوحدة الإدارية الحكومية تقوم بسداد ثمن طوابع الدم والأوراق المدموعة لمصلحة الضرائب بأمر الدفع. بعد ذلك أمين عهدة طوابع الدمغة يقوم ببيع طوابع الدمغة والأوراق المدموعة للجمهور الذي يقوم بشراء هذه الطوابع والأوراق المدموعة، ويقوم بتوريد المبالغ التي تم استلامها كثمن لطوابع الدم والأوراق المدموعة إلى خزينة الوحدة. وفي نهاية السنة المالية يتم تسوية طوابع الدمغة والأوراق المدموعة المتبقية مع مصلحة الضرائب. يعني الوحدة الإدارية الحكومية في 30/6 من السنة المالية، أي في نهاية السنة المالية، بيتم تسوية طوابع الدمغة والأوراق المدموعة التي لم يتم بيعها مع مصلحة الضرائب. ولكن هنكتفي بهذا التمرين. بيقول لي في التمرين: استلمت إحدى الوحدات الحكومية طوابع دمغة وشهادات مدموعة من الإدارة العامة لرسوم الدمغة بمصلحة الضرائب خلال شهر مارس 2019 بمبلغ 25 ألف جنيه، قيدت عهدة السيد محمد صفت، وقد تم إصدار أمر دفع بقيمة الطوابع لمصلحة الضرائب، وقد بلغ المباع من الطوابع خلال الشهر ما قيمته 22 ألف، تم توريدها إلى الخزينة الفرعية بالوحدة. المطلوب إجراء قيود اليومية في دفاتر الوحدة المستلمة لطوابع الدم. يعني هنعمل القيود فقط في دفاتر الوحدة الإدارية الحكومية التي قامت باستلام طوابع الدمغة.
يعني مثلا زي كلية التجارة جامعة عين شمس، تعتبر وحدة إدارية حكومية هي التي قامت باستلام طوابع الدمغة من مصلحة الضرائب، وشافت أحد الموظفين لكي يكون أمين عقدة الطوابع، وتم تحميله بقيمة هذه الطوابع. هذا الأمين عهدة السيد محمد صفت، اللي هو محمد إيه صفت. يبقى لما نيجي نعمل القيود، أول قيد اللي هو عند استلام طوابع الدمغة، وقيدها عهدة أمين الطوابع. إحنا استلمنا طوابع الدمغة دي من مصلحة إيه الضرائب، وسجلناها باسم أمين عهدة إيه الطوابع. يبقى القيد الأول بيتم تحميل أمين عهدة الطوابع بالقيمة أو بالمبلغ، يبقى من حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية باسم أمين عهدة الطوابع اللي هو محمد صلاح، إلى حساب مين؟ جاري مبالغ دينة تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب. ليه هنا جاري مبالغ دينة تحت التسوية؟ لأن الوحدة الإدارية الحكومية استلمت طوابع دمغة وشهادات مدموعة من مصلحة الضرائب ولسه ما دفعتش ايه تمنها، يبقى الى جاري مبالغ دينا تحت التسويه باسم مصلحه الضرائب. لما الوحده الاداريه الحكوميه تصدر امر دفع لسداد مصلحه الضرائب بقيمه هذه الطوابع والاوراق ايه المدموعه، يبقى بتطلع امر دفع صادر، يبقى القيد المحاسبي هيكون هكذا. يبقى 25,000 من حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية مصلحة الضرائب، خلينا حساب مصلحة الضرائب في الطرف الايه المدين، يبقى من بنقفل الحساب ايه السابق، يبقى من حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم مصلحة الضرائب الى حساب اوامر الدفع الصادرة، طلعنا لها امر دفع صادر، يبقى الى حساب اوامر الدفع الصادرة امر دفع رقم كذا. لما نيجي نسوي امر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية، يعني القيد ده قلناه كتير، يبقى من حساب أوامر الدفع الصادرة أمر دفع رقم كذا إلى حساب الوحدة الحسابية إيه المركزية. بعد كده أمين عقدة الطوابع باع يوميا، بيبيع من طوابع الدمغة يوميا، وكل يوم يقوم بتوريد ما تم بيعه من طوابع الدمغة إلى خزينة إيه الوحدة. عند التوريد توريد قيمة المباع من طوابع الدمغة إلى الخزينة الفرعية، بنعمل القيد التالي. يبقى باع هو بإيه في التمرين هنا بـ20,000، يبقى من حساب نقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني إلى حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية، لأن هو كان مدين بقيمة الطوابع عند استلامها كعهد، باع منها بـ20,000، يبقى نخفض هذا الحساب المدين بـ20,000، يبقى إلى حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية باسم محمد إيه صفت. ده عند توريد ما تم بيعه من طوابع الدمغة إلى الخزينة، سواء كانت خزينة فرعية أو خزينة إيه الوحدة. الكلام ده بيتم يوميا، يعني أمين عقدة الطوابع بيبيع يوميا ويقوم بتوريد ما تم بيعه من طوابع الدمغة يوميا إلى خزينة إيه؟ الوحدة الإدارية الحكومية. التأمينات المؤقتة والتأمينات إيه النهائية. التأمينات المؤقتة والتأمينات النهائية دي تظهر عند قيام الوحدة الإدارية الحكومية بشراء أصناف، أو عند تنفيذ إيه مقاولات إيه أعمال، باستخدام المناقصات والممارسات التي تعلن عنها الوحدة الإدارية الحكومية. يعني عند إعلان الوحدة الإدارية الحكومية عن مناقصة أو ممارسة، بتطلب من الموردين أو المقاولين في البداية بسداد التأمين المؤقت. والتأمين المؤقت بيقوم المورد أو المقاول بسداده مؤقتا لضمان جدية المورد أو المقاول. ده بالنسبة للتأمينات المؤقتة. إذا لم ترس المناقصة
أو الممارسة على المورد أو المقاول يرد له التأمين المؤقت. عند رسو المناقصة أو الممارسة على المورد أو المقاول، في هذه الحالة بيتم طلب تأمين نهائي من المورد أو المقاول الذي رست عليه المناقصة، ويرد التأمين النهائي عند تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها. إذا أخل المورد أو المقاول في تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف، يبقى يستخدم هذا التأمين النهائي في سداد مستحقات الوحدة الإدارية الحكومية منه، التي تكون على المورد أو المقاول. التوجيه المحاسبي للتأمينات المؤقتة والنهائية، هنبدأ باستلام التأمين المؤقت. يمكن استلام التأمين المؤقت اللي هو التأمين الابتدائي، سواء كان استلامه نقدا أو إلكترونيا أخدناه قبل كده، اللي هو عند استلامه نقدا أو إلكترونيا يبقى من حساب نقدية تحت التسوية تحصيل إلكتروني إلى جاري التأمينات المؤقتة باسم شركة كاسا. ده عند استلام التأمين سواء كان نقدا أو إلكتروني. وفي طريقة تانية لاستلام التأمينات، ممكن المورد أو المقاول يجيب خطاب ضمان يضمنه من البنك الذي يتعامل معه هذا المورد أو هذا المقاول. بنقول التأمين هنا عن طريق خطابات الضمان، يعني المورد أو المقاول يقوم بعمل خطاب ضمان بنكي لضمانه بقيمة التأمين. في حالة استلام التأمين بخطابات ضمان، يبقى بنعمل قيد نظام. هذا القيد يتمثل في الآتي: من حساب الكفالات عن تأمينات الغير، لو كانت مؤقتة نقول مؤقتة، لو كانت نهائية نقول نهائي، إلى حساب تأمينات الغير مقابل خطابات ضمان. يبقى ادي القيد النظامي عند استلام خطاب الضمان البنكي، يبقى نقول من حساب الكفالات عن تأمينات الغير مؤقتة لو كانت مؤقتة هذه التأمينات، أو نهائية لو كانت تأمينات نهائية، إلى حساب تأمينات الغير مقابل خطابات ضمان. ونلاحظ عشان بعد كده هنقول تم رد خطاب الضمان للمقاول أو المورد الذي لم ترس عليه المناقصة، أو رست عليه وجاب لنا خطاب ضمان نهائي. يبقى نعمل لما يجيب لنا خطاب ضمان نهائي نعمل القيد النظامي بهذا الشكل. أما عند رد خطاب الضمان في جميع الأحوال نلغي القيد النظامي، اللي هو القيد اللي هو قدامنا ده، اللي هو رقم 2، نلغيه بقيد عكسي. يعني نجيب الطرف المدين في الطرف الدائن، والطرف الدائن نجيبه في الطرف المدين. يعني نقول الغاء القيد النظام عند رد خطاب الضمان، يبقى من حساب تأمينات الغير مقابل خطابات ضمان الى حساب الكفالات عن تأمينات الغير، لو كانت مؤقتة يبقى مؤقتة، لو كانت نهائية تبقى نهائية. ده بالنسبة عند استلام خطاب الضمان، يبقى نعمل القيد النظام. لما نيجي نرد خطابات الضمان للبنوك او لاصحابها، يبقى في هذه الحالة بنلغي القيد النظامي بقيد عكسي. العملية الثالثة في التمرين في التأمينات المؤقتة والنهائية، اللي هي عند رسو المناقصة على أحد الشركات وتحويل التأمين المؤقت لهذه الشركة إلى تأمين نهائي وسداد الفرق. يعني على سبيل المثال، أحد المقاولين أو الموردين كان دافع إلكتروني مبلغ التأمين الابتدائي اللي هو المؤقت بمبلغ معين، أو كان دفعه نقدا،
يبقى في هذه الحالة ورثت عليه المناصب، يبقى في هذه الحالة ممكن يطلب تحويل التأمين الابتدائي اللي هو المؤقت إلى التأمين النهائي، ونشوف المبلغ المتبقي عليه، لأن قيمة التأمين النهائي أكبر بمبلغ معين عن التأمين الابتدائي المؤقت يعني، ونشوف الفرق ونطلب منه سداد الفرق، هيدفعه لا نقدا لا الكتروني حسب الاحوال. وبالتالي بنعمل القيد ده من خلال هذا التمرين. التمرين بيقول تم اختيار الشركة سي وقد بلغ التأمين النهائي 30,000 جنيه، فطلبت الشركة اللي هي شركة سي تحويل التأمين المؤقت اللي كان دفعها قبل كده وقدره 6,000 جنيه إلى التأمين النهائي، وسددت الباقي إلكترونيا، دفعته إلكتروني. طب هي كان التأمين النهائي 30,000، وهي كانت قبل كده دفع تأمين ابتدائي ب 6,000، يبقى كده عليها كام؟ 24,000، ونحول التأمين الابتدائي اللي هو المؤقت إلى التأمين النهائي، يبقى القيد كله على بعضه من مذكورين. حساب جاري التأمينات المؤقتة باسم الشركة س، الحساب ده جاري التأمينات المؤقتة كان دائن قبل كده، لما نيجي نحوله إلى التأمين النهائي نخليه مدين، يبقى 6,000 حساب جاري التأمينات المؤقتة باسم الشركة س، هيدفع الشركة س هتدفع بقية المبلغ الكترونيا، يبقى 24,000 حساب النقديه تحت التسويه تحصيلي الالكتروني، والمبلغ كله زي ما قلنا 30,000 اللي هو التامين النهائي، يبقى 30,000 الى حساب جاري التامينات النهائيه باسم الشركه سي. طب فرضا ده في الحاله الرابعه، ان من رست عليه المناقصه حب ان هو يخرج ولا يستكمل العمل مع الوحدة الإدارية الحكومية، بمعنى إن المناقصة رست عليه وهو لم يستكمل تنفيذ المناقصة مع الوحدة الإدارية الحكومية، يبقى في هذه الحالة بيتم مصادرة التأمين الابتدائي لهذا المورد او لهذا المقاول الذي رست عليه المناقصه وما كملش مع الوحده الاداريه الحكوميه ولم يستكمل باقي التامين النهائي. لما نيجي نصادر التامين المؤقت عن الوحده الاداريه الحكوميه تاخد، بمعنى ان الوحده تحول هذا التامين الى حساب الايرادات الاخرى نوعها ايرادات متنوعه. يبقى لما نيجي نصادر التامين نلغي التأمين ده، يبقى من حساب جاري التأمينات المؤقتة باسم الشركة إلى حساب الإيرادات الأخرى إيرادات متنوعة. بعد كده الحالة رقم 5 في التأمينات، لو المناقصة أو الممارسة لم ترسي على المورد أو المقاول، يعني الموردين والمقاولين التي لم ترس عليهم المناقصة، بيتم رد التأمينات المؤقتة له، بيتم ردها بأوامر الدفع الإلكترونية، وبالتالي نلغي التأمين، يبقى من حساب عند الرد من حساب جاري التأمينات المؤقتة باسم شركة كذا إلى حساب أوامر الدفع الصادرة. طب أوامر الدفع الصادرة دي لو سويناها مع الوحدة الحسابية المركزية، يبقى من حساب أوامر الدفع الصادرة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية. لكن قيد رد التأمينات المؤقتة للذين لم ترسي عليهم المناقصة بأوامر دفع بهذا الشكل، من حساب جاري التأمينات إلى حساب أوامر الدفع الصادرة. عند رد خطاب الضمان قلناها قبل كده، بنعمل قيد عكسي للقيد النظامي السابق إجراءه، يعني بنلغيه القيد النظامي اللي هو كان القيد النظامي اللي كان قبل كده المعمول من حساب الكفالات الى حساب تأمينات الغير مقابل خطابات ضمان، نعكسه، يبقى من حساب تأمينات الغير مقابل خطابات ضمان الى حساب الكفالات. لما نيجي نسدد مستحقات المورد
ده الحالة رقم ايه؟ 7. خلاص المورد اللي رست عليه المناقصة فرضا خلص عملية التوريد وجاب لنا الحاجة اللي احنا متفقين عليها في المناقصة حسب الشروط والمواصفات، بندفع له مستحقاته بالكامل ونرجع له التأمين ايه النهائي. ولكن هنا حسب يعني مدي مثال رقمي، فرضا كانت المناقصة ب100,000، يبقى وكان ده مورد، يبقى من حسب شراء السلع والخدمات إلى مذكورين، خصمنا ضرائب منه 12,000، يبقى جاري مبالغ داين تحت التسوية، ده في الجانب الداين، وصافي المبلغ اللي هو 88,000، يبقى بيطلع له أمر دفع صادر، أمر دفع إلكتروني، يبقى حسابه أمر الدفع إيه الصادر. لو حبينا نعمل خطة تسوية أو أمر الدفع مع الوحدة الحسابية المركزية، يبقى نقول 88,000 من حساب أوامر الدفع الصادرة إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية. وبهذا تم الانتهاء من المحاسبة الحكومية. والموضوع التالي الموازنات التقديرية. الموازنات هنبدأ بالموازنة الجارية، لأن الموازنات هناخد فيها الموازنات الجارية، الموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية. بكلام سريع ومختصر، الموازنة الجارية اللي هي موازنة مرتبطة بالنشاط الجاري للمنشأة، اللي هنا للمشروعات، سواء كانت مشروعات صناعية، مشروعات ايه تجارية، مشروعات اقتصادية. لأن الموازنات التقديرية تختلف عن الموازنة العامة للدولة. الموازنة العامة للدولة دي تطبق في الوحدات الإدارية الحكومية، لكن الموازنات التقديرية دي مرتبطة بالوحدات الاقتصادية. عندنا نوعين من الموازنات، الموازنة الجارية والموازنة الرأسمالية. هنبدأ بالموازنة الجارية. ايه هي الموازنة الجارية؟ هي عبارة عن تقديرات للنشاط الجاري لمنشأة معينة عن فترة مقبلة. اي موازنة تعتبر خطة، والخطة دايما عن فترة مقبلة، والخطة دي تمثل خطة العمل خلال الفترة المقبلة، ومستوى للأداء يجب العمل على تنفيذه، يعني تبقى فيها أهداف محددة يجب العمل على تحقيق هذه الأهداف. كما الخطط دي تستخدم كأدوات للرقابة على الأداء الذي يتم تنفيذه في المنشأة خلال فترة الموازنة. ده بالنسبة لتعريف الموازنة الجارية، يبقى هي عبارة عن تقديرات للنشاط الجاري. وأنا قلت النشاط الجاري اللي هو النشاط الطبيعي والمتكرر بالنسبة للوحدة الاقتصادية، للشركة، للمنشأة الاقتصادية. النشاط الجاري في المنشآت الاقتصادية زي المبيعات، يعني نشاط جاري مستمر، كل يوم في مبيعات. الإنتاج، كل يوم في إنتاج، يبقى موازنة الإنتاج. موازنة المشتريات، كل فترة في مشتريات، يعني عمليات متكررة. عكس الحال بالنسبة للموازنة الرأسمالية. الموازنة الرأسمالية دي موازنة بيتم يعني وضعها خطة لفترة يعني متوسطة أو طويلة الأجل، لتنفيذ مشروعات استثمارية طويلة الأجل. لكن النشاط الجاري نشاطه يعني مستمر ومتكرر خلال فترة الموازنة، اللي هي غالبا ما تكون فترة الموازنة عن سنة، لكن في الموازنة الرأسمالية فترة الموازنة أكثر من سنة. النقطة اللي بعد كده، استخدام الموازنة في الرقابة على الأداء. يتم استخدام الموازنة في الرقابة على الأداء من خلال الخطوات التالية. أول خطوة،
اللي هي ايه؟ وضع الخطط المناسبه لتحقيق الاهداف المطلوبه، يعني نعمل الخطط وبعد كده ننفذ الخطط تنفيذا فعليا. بعد كده نقارن نتائج التنفيذ الفعلي بما هو مخطط فيه الموازنه لاستخراج ايه؟ الانحرافات، لاستخراج الانحرافات. يبقى في الخطوه الثالثه بنقارن الفعل مع المخطط، والمقارنه دي بتطلع لنا ايه؟ انحرافات. هذه الانحرافات ممكن تكون انحرافات موجبه اي في صالح المنشاه، او انحرافات سالبه اي في غير صالح المنشاه. تم استخراج الانحرافات، بيتم بعد ذلك تحليل وتفسير هذه الانحرافات. زي ما قلنا بنحللها ونفسرها ونشوفها هل هي انحرافات سالبة في غير صالح المنشأة، أو انحرافات موجبة في صالح المنشأة، ونتعرف على أسبابها حتى يمكن اتخاذ الإجراء التصحيحي لعلاجها في الوقت المناسب لمنع تكرارها في المستقبل. والانحرافات غالبا ترجع إلى سببين. السبب الأول عدم التخطيط السليم، اللي هي عدم واقعية الخطط، يعني المنشأة عملت خطط يعني عالية المستوى غير واقعية، حددت أهداف غير واقعية، وبالتالي لا يستحيل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف. ده اللي احنا بنقول عليه عدم التخطيط السليم، اللي هو عدم واقعية الخطط، خطط عالية جدا لا يمكن تحقيقها. السبب الثاني، وده اللي هو السبب الغالب، اللي هو سوء التنفيذ، يعني الانحرافات ترجع إلى سوء الأداء، سوء التنفيذ، سوء العمل، وبالتالي تنتج عن هذه الأداء، هذا الأداء السيء، انحرافات. ده بالنسبة لاستخدام الموازنة في الرقابة على الأداء. يبقى بنعمل الخطة في الأول لتحقيق أهداف معينة، وبعد كده بننفذ هذه الخطط تنفيذا فعليا، بعد كده بنقارن المنفذ الفعلي بما هو مخطط، بنطلع انحرافات ممكن تكون انحرافات ايجابية او سلبية، بعد كده بنحلل هذه الانحرافات ونفسرها ونتعرف على اسبابها عشان نقدر نعالج الانحرافات السالبة حتى لا تتكرر مرة اخرى. والانحرافات غالبا ترجع الى سببين مفيش غيره، اللي هو عدم التخطيط السليم اي عدم واقعية الخطط، خطط مثالية او اعلى من المثالية غير واقعية. والسبب الثاني اللي هو سوء التنفيذ. بعد ذلك هناخد مثال تطبيقي على الموازنة الجارية. هناخد في هذا المثال التطبيقي خطة الإنتاج، زي نعمل خطة الإنتاج وخطة احتياجات الإنتاج من المواد الخام وخطة المشتريات من المواد الخام. بندي تمرين، وفي ضوء التمرين هنحل هذا التمرين من خلال المعادلات المستخدمة، ويتم ويتم ملء هذه المعادلات بما هو معطى من بيانات في التمرين. التمرين بيقول شركة صناعية بتنتج منتج معين، وفيما يلي البيانات الخاصة بإعداد موازنة الإنتاج أو خطة الإنتاج وخطة احتياجات الإنتاج وخطة المشتريات. مدينا في التمرين هذه المعطيات. أول حاجة عدد الوحدات المخطط بيعها 9000 وحدة،
ومخزون اول مده من المنتج التام اللي هو سين 3000 وحده، ومخزون اخر مده من المنتج التام 4000 وحده. الوحده المنتجه من المنتج سين محتاجه من المواد الخام صاد 15 وحده. يعني على سبيل المثال لو كان المنتج سين ده سياره، يبقى المنتج سين عاوز من الماده الخام صاد اللي هو الصاج مثلا، الصاج عشان نعمل رفارف العربية والحاجات ايه الأخرى. يبقى العربية الوحيدة عاوزة مثلا 15 كيلو من ايه الصاج. ده احتياجات الوحدة من المنتج سين اللي هو السيارة فرضا، يعني من المادة الخام صاد اللي هو الصاج 15 ايه وحدة. سعر الوحدة من المادة الخام صاد 2 جنيه أسعار زمان، ومخزون أول المدة من المادة الخام صاد 10000 وحدة، ومخزون آخر المدة من المادة الخام صاد 20000 وحدة. المطلوب تحديد خطة الإنتاج من المنتج سين. يبقى عاوزين نعمل خطة إيه الإنتاج. زي ما قلت هنكتب المعادلة ونملاها بالأرقام المعطاة في التمرين. 2، تحديد خطة احتياجات الإنتاج من المواد الخام. عاوزين نشوف خطة الإنتاج اللي إحنا حسبناها في المطلوب الأول عاوزة قد إيه من المادة إيه من المواد الخام. وبعد كده تحديد خطة المشتريات من إيه المادة الخام صاد بالكمية والقيمة. هنحل إيه التمرين بالطريقة السهلة التالية. حسب المعطيات في التمرين هنحدد خطة الإنتاج أو نحسب خطة الإنتاج بالمعادلة التالية. خطة الإنتاج بتساوي كمية المبيعات المخططة والمتوقعة اللي إحنا متوقعين إن إحنا نبيعها، زائد مخزون آخر المدة من الإنتاج ناقص مخزون أول المدة من الإنتاج. أدي إيه المعادلة. بمعنى إيه؟ ننتج قد إيه السنة المالية المقبلة؟ ننتج على قد المبيعات اللي احنا متوقعين ان احنا نبيعها في السنة المالية القادمة، ونشيل شوية احتياطي كمخزون اخر المدة يمكن المبيعات تزيد ولا حاجة، وناخد في الاعتبار عند تحديد كمية الانتاج المتبقي من انتاج السنة اللي فاتت اللي هو مخزون اول مدة من الانتاج. وبالتالي المعادلة هتصبح بهذا الشكل اللي هي خطة الإنتاج بتساوي كمية المبيعات المخططة زائد مخزون آخر إيه المدة من الإنتاج التام ناقص مخزون أول مدة من الإنتاج التام. المعطيات حسب المعطيات يبقى بتساوي، هنطبق كمية المبيعات المخططة في التمرين 9000، ومخزون آخر المدة 4000، ومخزون أول مدة من الإنتاج التام 3000. يبقى لما نيجي نحسب المعادلة خطة الإنتاج هتطلع 10000 وحدة من المنتج ايه سين. 9 زائد 4 13 ناقص 3 10000. يبقى احنا عاوزين ننتج السنة المالية المقبلة 10000 وحدة من المنتج سين اللي هو مثلا السيارة، سيارات عربيات. خطة احتياجات 2، خطة احتياجات الإنتاج التام من المادة الخام صاد. احنا عاوزين ننتج كام؟ 10000 وحدة من المنتج سين اللي هو السيارة، والسيارة الواحدة عاوزة 15 وحدة من المادة الخام صاد اللي هو الصاج مثلا. يبقى هنضرب ال 10000 في 15 هيساوي 150000 ايه وحدة من المادة الخام ايه صاد. يبقى ده بالنسبة لاحتياجات الانتاج من المادة الخام. بنضرب كمية الإنتاج اللي إحنا طلعناها في أولا في احتياجات الوحدة المنتجة من المواد الخام. طيب خطة المشتريات من المادة الخام صار نشتري قد إيه؟ نشتري على قد احتياجات الإنتاج، ونشيل شوية من مخزون المادة الخام صار، نشيل شوية احتياطي اللي هي مخزون آخر المدة، مع الأخذ في الاعتبار المتبقي من السنة ايه السابقة من المواد الخام اللي احنا شريناها السنة اللي فاتت اللي تبقى قد ايه، عشان ما نشتريش
اكتر من ايه الاحتياجات. يبقى ادي خطة المشتريات بتساوي ايه دبل كمية، بتساوي احتياجات الانتاج من المواد الخام زائد مخزون اخر المدة من المواد الخام ناقص مخزون اول المدة اللي هو متبقي قبل كده عشان ما نشتريش كتير. يبقى نحسبها بالكمية، يبقى ادي الاحتياجات 150 ألف، ونشيل شوية احتياطي 20 ألف، مع أخذ في الاعتبار المخزون المتبقي من السنة السابقة 10 آلاف. يبقى عاوزين نشتري من المادة صاد الخام 160 ألف وحدة من المادة إيه؟ الخام صاد. ده بالكمية. طب بالسعر بالقيمة، يبقى بالقيمة هنضرب الكمية اللي هي طلعت معايا 160 ألف في سعر الإيه؟ الوحدة من المواد الإيه؟ الخام. سعر الوحدة من المواد الخام كان 2 جنيه، يبقى 160 ألف في 2 هتساوي 320 ألف جنيه. التمييز مهم، لازم إيه نكتب التمييز. يعني على سبيل المثال في خطة الإنتاج قلنا عاوزين ننتج 10 آلاف وحدة من المنتج سي، ده التمييز. بالنسبة لي الاحتياجات من المواد الخام صاد قلنا عاوزين 150 ألف وحدة من المادة الخام صاد، لازم نكتب ايه التمييز. بالنسبة للمشتريات عاوزين نشتري 160 ألف وحدة من المادة الخام صاد. خطة المشتريات بالقيمة بالفلوس، يعني هنقول عاوزين نشتري مواد خام ب 320 ألف جنيه. الموازنة الرأسمالية، ايه هي الموازنة الرأسمالية؟ قلنا قبل كده انها موازنة مرتبطة بالانفاق الرأسمالي طويل الأجل. هذه الموازنة بتتعمل عن فترة زمنية أطول من الموازنة الجارية. الموازنة الجارية غالبا عن سنة مالية، لكن الموازنة الرأسمالية تزيد عن السنة ايه المالية، 3 سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، حسب طول الموازنة الرأسمالية، لأنها مرتبطة بالمشروعات الاستثمارية طويلة الأجل. خصائص هذه الموازنة اللي هي الموازنة الرأسمالية، خصائصها تتميز الموازنة الرأسمالية بما يلي: كبر المبالغ المستثمرة، محتاجة فلوس كبيرة، أي مشروع استثماري يحتاج إلى مبالغ كبيرة. كذلك الموازنة الاستثمارية زي ما قلت من سابقا انها ترتبط بالاجل الطويل، يعني بتتعمل عن فترة طويلة نسبيا. كذلك الموازنة الاستثمارية تتزايد اهمية المخاطرة في الموازنة الاستثمارية، زيادة اهمية عنصر المخاطرة، بمعنى ان الموازنة الاستثمارية غير مضمونة النتائج، قد تحدث بعض الظروف التي تؤدي إلى عدم تحصيل الموارد المتوقعة أو إلى فشل المشروع إلى غير ذلك من ظروف قد تحدث خلال الفترة طويلة الأجل، لأن دائما الفترة طويلة الأجل صعب التنبؤ بها. وبالتالي نقول على الموازنة الاستثمارية من أهم خصائصها زيادة أهمية عنصر المخاطرة. الأساليب المستخدمة في تقييم المشروعات الاستثمارية، تتعدد الأساليب التي تستخدم في تقييم المشروعات الاستثمارية أو البدائل الاستثمارية، بمعنى إن الشركة قدامها أكتر من أسلوب يمكن استخدامه في تقييم البدائل الاستثمارية المطروحة أمام الشركة. وبالتالي يمكن للشركة استخدام أحد هذه الأساليب أو استخدام مجموعة من الأساليب مجتمعة. طب إيه هي هذه الأساليب التي تستخدم في تقييم البدائل الاستثمارية أو المشروعات الاستثمارية المختلفة؟ قدامنا مشروعين على سبيل المثال، مشروع سين ومشروع صاد. وعاوزين نختار واحد منهم، لان نختار سين نختار ايه صاد.
في اساليب بتستخدم لعمليه التخييم. هذه الاساليب 9 اساليب. عندنا اسلوب فتره الاسترداد، اسلوب صافي القيمه الحاليه، اسلوب الاسترداد العكسي، اسلوب معدل العائد الداخلي، اسلوب الرقم القياسي للربحيه، اسلوب معدل العائد المحاسبي، اسلوب التكلفه السنويه المعادله، واسلوب التحليل الشامل، واسلوب التحليل الاضافي، واسلوب التحليلات التفاضليه. هناخد في الصفحه التاليه اسلوب فتره الاسترداد واسلوب صافي القيمة الحالية. نبدأ بأسلوب فترة الاسترداد. يعني ايه فترة الاسترداد؟ معناها المشروع الاستثماري يسترد تكاليفه خلال كم سنة من عوائده، من الإيرادات التي يحققها. ده معنى أسلوب فترة الاسترداد، على كام سنة يسترد المشروع الاستثماري تكاليفه التي انفقت عليه من عوائده او ايراداته. عشان كده نقول فترة الاسترداد بتساوي، بنقسم تكلفة الاستثمار على التدفق النقدي السنوي. ده لو كانت التدفقات النقدية السنوية متساوية. يعني تمرين اهو، احسب فترة الاسترداد للمشروع الاستثماري. بفرض ان تكلفة الاستثمار كانت 100,000 جنيه، وهذا المشروع بيجيب لنا عوائد سنوية اللي هو بنسميها بالتدفق النقدي السنوي، بيجيب لنا كل سنة 20,000 جنيه. يبقى فترة استرداد هذا المشروع بيسترد تكاليفه اللي هي 100,000 جنيه من إيراداته اللي هي كل سنة بيجيب لي 20,000 جنيه على كام سنة. يبقى فترة استرداد بتساوي حسب المعادلة تكلفة الاستثمار اللي هي 100,000 على التدفق النقدي السنوي اللي هي 20,000 جنيه. يبقى نقسم 100,000 على 20,000 هيساوي 5 سنوات. يبقى هذا المشروع بيسترد تكاليفه اللي هي 100,000 من عوائده على مدار 5 سنوات. يعني فترة المشروع وفترة استرداده التي يتم استرداد تكاليفه خلال 5 سنوات. ناخد تمرين تاني على فترة الاسترداد، وكمان ناخد تمرين ثالث على فترة الاسترداد في حالة اللي لو كانت التدفقات النقدية السنوية غير متساوية. يعني بمعنى ان المشروع الاستثماري بيجيب لنا عوائد استثمارية تختلف من سنة الى الى اخرى. ولكن ناخد التمرين التاني مشابه للتمرين الأول. هذا التمرين بيقول لي فيه احسب فترة الاسترداد للمشروع الاستثماري. بفرض ان تكلفة الاستثمار 70,000 جنيه، وكانت التدفقات النقدية السنوية اللي هي العوائد يعني كما يلي: في السنة الأولى كان بيجيب لي 20,000، وفي السنة التانية بيجيب لي 10,000، والسنة التالتة بيجيب 40,000، والسنة الرابعة 30,000، وفي السنة الخامسة 20,000. يبقى فترة استرداد هذا المشروع تكون كام سنة؟ هو تكلفته كانت كام في التمرين؟ 70,000. فأول سنة بيجيب 20، وتاني سنة 10، يبقى 20 و10 30، وتالت سنة بيجيب لي 40. 40 زائد 30 اللي هي في السنة الأولى والتانية، ودي السنة التالتة 40، يبقى دول مجموعهم كام؟ 70,000. يبقى هذا المشروع يسترد تكاليفه على 3 سنوات. يبقى اذا فترة السرداد لهذا المشروع 3 سنوات. لاحظ في هذا التمرين ان التدفقات النقدية اللي هي العوائد المحققة من هذا المشروع الاستثماري غير متساوية سنويا، وانما مختلف. عشان كده ناخد سنة سنة سنة. هناخد تمرين اخر بنفس الكيفية، ولكن يختلف في التدفقات النقدية. هكذا التمرين بيقول: التكلفة الاستثمارية للمشروع الاستثماري اللي هو المقترح 500,000 جنيه.
التدفقات النقديه السنويه كانت كما يلي على الترتيب لمده 4 سنوات، فاول سنه بيجيب لي 100,000 وتاني سنه 300,000. طب المشروع ده تكلفته الاستثماريه كانت كام؟ 500,000. عوضنا منها في اول سنه 100,000 وتاني سنه 300,000، يبقى كده مجموعهم كام؟ 400,000. يبقى لسه ناقص 100,000 عشان نقدر ايه نسترد تكاليف هذا المشروع الاستثماري. يبقى ال100,000 دي انا اخدها من السنه الثالثه. طب السنه الثالثه بتجيب لي كام تدفقات نقديه؟ 400,000. يبقى ناخد منها ال100,000. طب ال100,000 دي نسبتها قد ايه من ال400,000؟ هنقسم ال100,000 على 400,000 هيساوي ربع. يبقى نقدر نقول ان فترة استرداد هذا المشروع تساوي 2 وربع. حسبناها بقى ازاي تاني؟ 500,000 دي التكاليف، هنسردها في اول سنة 100,000 وتاني سنة 300,000، يبقى مجموعهم 400,000. يبقى ناخد من السنة التالتة 100,000. 100,000 نسبتها قد ايه من السنة التالتة؟ هنقسم 100,000 على 400,000 يبقى ربع. يبقى نعد السنوات دي 2 وربع. يبقى اذا فترة استرداد هذا المشروع 2 وربع. ده بالنسبة لهذا التمرين. التمرين هذا في مشروعين استثماريين اللي هو المشروع سين والمشروع صاد، وعايزين نعمل المفاضلة بينهم. المشروع سين تكلفته الاستثمارية 600,000 جنيه، والتدفق النقدي السنوي متساوي، يعني كل سنة بيجيب لي 200,000 جنيه. عاوزين نحسب فترة الاسترداد لهذا المشروع. يبقى 600,000 على 200,000 هيساوي 3 سنوات. يبقى ده المشروع سين فترة استرداده 3 سنوات. طب المشروع ص تكلفته الاستثمارية 800,000 جنيه، وتدفق نقد سنوي له 400,000 جنيه. برضه يبقى تدفق النقد السنوي لهذا المشروع متساوي ايضا. يبقى نقسم 800,000 على 400,000 يبقى 2 سنة، هيساوي 2 سنة. طب المشروع الاول فترة استرداده 3 سنوات، المشروع الثاني فترة استرداده 2 سنين. يبقى مين الافضل؟ الافضل هو المشروع صار، لان فترة استرداده اقل من المشروع سين، لهذا يتم اختيار المشروع صاد. اسلوب صافي القيمة الحالية. يعني ايه اسلوب صافي القيمة الحالية؟ يعني بنحسب القيم الحالية للتدفقات النقدية الدخل لعوائد المشروع، يعني قيمة المبالغ التي يحققها المشروع او العوائد بقيمة الجنيه الان، وتكلفة الاستثمار محسوبة بتكلفة الجنيه الآن، لأن تكلفة الاستثمار تنفق في بداية المشروع الاستثماري، يعني على أساس إن القيم النقدية هنحولها إلى قيم حالية. وبكده نقدر نقول إن أسلوب صافي القيمة الحالية بيستخدم القيم الحقيقية للعوائد وللتكاليف. طب صافي القيمة الحالية بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للعوائد، يعني الداخلة من المشروع الاستثماري، بنحسبها بالقيم الحالية العوائد دي، وبنطرح منها تكلفة الاستثمار. طب القيمة الحالية للتدفق النقدي بنحسبه ازاي؟ التدفق النقدي السنوي، التدفق اللي هو داخل لي في السنة، بضربه في معامل القيمة الحالية للسنة بتاعته. يعني المشروع مثلا 10 سنوات مدة الحياة الانتاجية للمشروع الاستثماري 10 سنوات، يبقى كل سنة
العوائد بتاعت السنة بضربها في معامل القيمة الحالية بقيمة الجنيه الآن. طب ناخد تمرين. تمرين بيقول لي إيه؟ في مشروع استثماري يحقق تدفق نقدي سنوي 8000 جنيه لمدة 4 سنين، يعني هيعيش معايا حياته الانتاجية 4 سنوات، كل سنة بيجيب لي 8000 جنيه، والتكلفة بتاعت هذا المشروع الاستثماري 20000 جنيه. المطلوب حساب صافي القيمة الحالية لهذا المشروع. إذا علمت إن معامل القيمة الحالية لدفعة دورية متساوية قيمتها 1 جنيه لمدة 4 سنوات عند معدل الخصم المستخدم اللي هو 10% يعني احنا عاوزين نحقق معدل عائد على الأقل بالنسبة لهذا المشروع لا يقل عن 10% مدي القيم الحالية لمدة 4 سنين، ان المفروض ال4 جنيه بقيمتها الآن بتساوي 3 جنيه علامة 1699، ده بالقيمة الحالية. يبقى لما نيجي بقى نحل هذا التمرين هنحسب صافي القيمة الحالية بالمعادلة السابقة اللي هي مجموع القيم الحالية اللي تضافات النادي الداخلة ناقص تكلفة الاستثمار. طب هنحسب زي القيمة الحالية، هنضرب ان المشروع ده بيجيب لي 8000 جنيه في السنة الواحدة، ونضرب في معامل القيمة الحالية لمدة 4 سنين اللي هو كان 3.1699. هيطلع الرقم ده لو ضربنا 8000 جنيه في 3.1699 هيطلع 25359. يبقى ده بقيمة العوائد بقيمة الآن ناقص 20000، دي تكلفة الاستثمار بقيمة الآن. يبقى كده سوينا العوائد مع التكاليف بقيمة الآن. يبقى هذا المشروع بقيمة الآن هيجيب لي صافي عوائد ب5359 اللي احنا بنسميها بصافي القيمة الحالية. يبقى هذا المشروع بيحقق عوائد إيجابية صافي قيمة حالية ب5359 جنيه. يبقى إذن هذا المشروع ناجح، يبقى يعتبر هذا المشروع مقبول من وجهة النظر الاستثمارية، يبقى نوافق على هذا المشروع. تمرين آخر على صافي القيمة الحالية للمشروعات الاستثمارية. هنا التدفقات النقدية التي يحققها المشروع أي العوائد غير متساوية، وبالتالي جداول القيمة الحالية التي سوف نستخدمها هتدينا معاملات الخصم خلال السنوات الأربعة اللي هي مدة حياة المشروع الاستثماري الموجود في هذا التمرين. بيقول لي التمرين: مشروع استثماري يحقق تدفق نقدي صافي 15000 جنيه و24000 جنيه و30000 جنيه و10000 جنيه على التوالي، يعني في السنوات الأربعة، لأن هذا المشروع حياته الإنتاجية المقدرة، هذا المشروع الاستثماري حياته الإنتاجية المقدرة 4 سنوات، وتبلغ تكلفة هذا المشروع 50000 جنيه. لاحظ إن 50000 جنيه التي تمثل تكلفة هذا المشروع الاستثماري يتم انفاقها في السنة الأولى، لكن العوائد تتحقق على مدار ال4 سنوات. في عوائد تتحقق في السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة والرابعة، عشان كده هنجيب القيمة الحالية. قيمة الجنيه الآن تساوي 1 جنيه، ال1 جنيه يساوي 1 جنيه، لكن قيمة الجنيه في السنة التالية بتقل، وقيمة الجنيه في السنة الثالثة أقل، وقيمة الجنيه في السنة الرابعة أقل، وهكذا. عشان كده بنحسب صافي القيمة الحالية أي بالقيم الحالية بالنسبة للعوائد وبالنسبة للتكاليف. هو مدينا في التمرين
طالب مننا حساب صافي القيمة الحالية لهذا المشروع إذا علمت أن الحد الأدنى لمعدل الإعادة المطلوب 14% سنويا. يعني بمعنى إيه؟ إن المنشأة ترغب في تحقيق معدل عائد استثماري على هذا المشروع على الأقل 14% إيه سنويا. معاملات القيمة الحالية عند معدل الخصم 14%، لأن إحنا عاوزين نحقق معدل إيه؟ عائد 14%، يبقى نستخدم معدلات الخصم عند 14%. دي جداول القيمة الحالية، جداول معدة إيه مسبقا ويتم الرجوع إيه إليه. كانت كما يلي حسب الجداول: في السنة الأولى، معناها إن الجنيه في السنة الأولى، في نهاية السنة الأولى هيساوي 87 قرش، اللي هي إيه 877. في السنة الثانية الجنيه يمثل 76 قرش، في السنة الثالثة 67 قرش، في السنة الرابعة الجنيه هيساوي 59 قرش، ده مع التقريب يعني. لكن لما نيجي نحل نستخدم ايه الرقم بالكامل. يبقى لما نيجي بقى الحل، القيمة الحالية تدفقات الداخلة، هنحسب بقى التدفقات النقدية الداخلة اللي هي العوائد بالقيمة الحالية. السنة الأولى نضربها في المعامل بتاعها، والسنة الثانية نضربها في المعامل بتاعها، والسنة الثالثة عوائد السنة الثالثة في المعامل بتاع السنة الثالثة، وعوائد السنة الرابعة هنضربها في معامل القيمة الحالية للسنة الرابعة. يعني هنضرب في السنة الأولى العوائد كانت كام؟ في السنة الأولى 15,000، هنضربها في معامل السنة الأولى، معامل الجنيه اللي هي إيه؟ علامة عشرية 877. يبقى 15,000 جنيه هتساوي بالقيمة الحالية 13,155، وفي السنة التانية هكذا 24,000 هنضربها في 769، اللي هو علامة عشرية 769، هتساوي 24,000 جنيه هتساوي 18,456. في السنة التالتة هنضرب 30,000 في معامل السنة التالتة اللي هو علامة عشرية 675. في السنة الرابعة عوائدها 10,000 جنيه هنضربها في معامل السنة ايه الرابعة اللي هو ايه المعامل 592، هيساوي ايه 5,920. مجموع القيم الحالية دي للتدفقات النقدية الداخلة اللي هي العوائد، لو جمعناهم الأربعة على بعض هتطلع 57,781 جنيه. هنطرح تكلفة الاستثمار اللي هي بقيمتها الحالية برضو 50,000، لأن تكلفة الاستثمار تم إنفاقها في السنة الأولى، يبقى 50,000 في بداية السنة الأولى، 50,000 اللي هي تكلفة الاستثمار نطرحها من 57,781، يبقى صافي القيمة الحالية هتساوي 7,781، وبالتالي القيمة موجبة، وبالتالي المشروع يعتبر ايه مقبول من وجهة النظر ايه الاستثمارية، لأنه بيحقق عوائد صافية موجبة محسوبة بالقيمة ايه الحالية 7,781، وبالتالي يقبل ايه المشروع. وهكذا تم الانتهاء من المادة العلمية لمجموعة المحاضرات الخاصة بالتعليم المفتوح، مادة المحاسبة الحكومية والموازنات للمستوى الثاني، الفصل الدراسي الثاني، تعليم مفتوح مدمج، وتعليم مفتوح قديم، وتعليم مفتوح ثانوية عامة. ونتمنى لطلابنا التوفيق، وأن يرفع الله الغمة عن مصر ويحمي شعبها، ويتحقق الأمن والأمان للمواطنين. وشكرا.